هل definition مضايق الست الحقيقه بنقول عليه هيرشوتزم، تمام؟ ولكن في الحقيقه الساينتفك ديفينيشن بتاعنا هو ابنورمال كورس تيرمينال هير موجود في الاندروجين ديبندنت اريا. وزي ما قلنا الاندروجين ديبندنت اريا دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى الاماكن اللي زي الشن المستاش اريا الاراوند نيبل الميديا بتوين بتوين البوث بريستس اندر الامبلايكس، دي كلها بنسميها الاندروجين ديبندنت اريا. فلما بلاقي فيها كورس تيرمينال هير في الفيميل بقول عليها اندروجين ديبندنت اريز، تمام؟ طيب ده الديفينيشن بتاع الهيرشوتزم. مبدئيا كده احنا عايزين نتكلم في حاجه سريعه جدا، ايه هي الاندروجينز او 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 سورس بتاع الاندروجينز في الفيميل، عشان الموضوع ده هيفرق معانا قوي، يعني خصوصا عشان لما اجي اطلب انفستيجيشن او اطلب التحاليل. احنا كلامنا النهارده هيبقى كلام كلينيكال وفي نفس الوقت هيبقى كلام اكاديميك، وليه الابلكيشن بتاعتي ازاي انا اطلب من العيان، ازاي اديله علاج، ازاي يعني اشوف التحسن بتاع المريض واربطه بالانفستيجيشن بتاعتي. طيب احنا زي ما قلنا كورس تيرمينال هير، كورس تيرمينال هير موجود في الاندروجين ديبندنت اريا، وعلى هذا الاساس ببتدي اشوف حاله الهيرشوتزم بتاعتي. طيب اول حاجه احنا زي ما قلنا احنا عايزين نعرف السورس بتاعت الاندروجين بتاعتنا ايه. السورس بتاعت الاندروجين عندنا مبدئيا كده في خمسه مين اندروجينز او اندروجينيك كومبوننت للايه للفيميل اندروجين: التستوستيرون والدايهايدروبراندوستيرون سلفيت والدايهايدروبراندوستيرون والاندروستنديون والاندروستنديول، تمام؟ دول الخمسه ميجور كومبوننت بتاعه الفيميل اندروجينز. طيب جميل جدا. طيب الاوفرز والسوبرينال جلاند هم زي ما نقول الكي بلاير او المحرك الرئيسي لهذه الاندروجينز. الاوفيريان اندروجين بيطلع لي 25% من التستوستيرون و50% من الاندروستنديون و20% من الداي هيدروجندوستيرون. يبقى الاوفيريان اندروجينز بتطلع لي 25% من التستوستيرون و50% من الاندروستنديون و25% من الداي هيدروجندوستيرون. طيب جميل. الاندرينال اندروجين بتطلع ايه؟ كل الدهيا اس او الداي هيدروجندوستيرون سلفيت. ولذلك دي حاجه مهمه جدا وانا بطلب انفستيجيشن، ان الاوفرز الماركرز بتاعتها مين التستوستيرون او الفري تستوستيرون او الاندروستنديون، ومين الماركر بتاع السوبرينال جلاند هو الداي هيدروجندوستيرون ايه سلفيت. جميل جدا. سريعا كده بنقول ان في بريفرال كونفرجن بيحصل في السكين والفات والليفر والجينتال سيستم. الاندروستنديون to less degree الديهايدروبراندوستيرون سلفي الديهايدروبراندوستيرون بيتحولوا لتستوستيرون في الايه في الفات سيلز. طيب جميل جدا. ولذلك في من او في في الاول خطوات العلاج بتاع اي هيرشوتزم ايا كان السبب بنقول ايه هير ايه بنقول ايه ويت ريدكشن، بنقول ويت ريدكشن حتى يتثنى لنا تقليل فرصة البريفرال كونفرشن اللي بتبقى موجودة، وبالتالي بقلل السكس هرمونز أو التستوستيرون اللي بيتكون. في حاجة اسمها سكس هرمون بايندنج جلوبولين. احنا عارفين ان 80% من التستوستيرون اللي موجود في وماشي وسارح ده 80% باوند لحاجة اسمها سكس هرمون بايندنج جلوبولين، و19% من الباوند ده رايح للايه للالبومين، و1% فري في البلد. يبقى احنا عندنا من السيرم تستوستيرون دول 80% باوند للسكس هرمون بايندنج لاب، و19% باوند للالبومين، و1% باوند و1% فري في البلد. اذا كل ما السكس هرمون بايندنج جلوبين يعلى معنى كده ان السيرم تستوستيرون هيقل، والعكس صحيح. وبالتالي الحاجات اللي بتقلل السكس هرمون بايندنج جلوبين هتعلي التستوستيرون، وبالتالي ده خلي في المشاكل زي الهيرشوتزم والاوبستي والاكانسوزيس بقى والاندروجينيك الوبيشيا والحاجات بتاعه الصها سيندروم. طيب الحاجات اللي بتقلل السكس هرمون بايندنج جلوبولينز الايه الجلوكوكورتيكويد جروث هرمون الانسولين الاوبستي الاكروميجالي الهايبوثايرويدزم الهايبر انسولينيميا، كل دي حاجات ممكن تقلل السكس هرمون بايندنج جلوبولين، وبالتالي بتعلي
الايه التستوستيرون. طيب جميل جدا. ايه النورمال اكشن بتاع الاندروجين اصلا على مكان على قد البايلوسبيشس يونت؟ بتزود سيمم سكريشن وبتعمل لي اكني وتعمل لي هيرشوتازم. ممكن يبقى ليها رول في الاندروجينيك الوبيشيا، ولو ان الاندروجينيك الوبيشيا دي حاجه اند اورجان هايبر سنسيتيفيتي. طيب في فرق بين الديفيمينايزيشن والفيريلايزيشن، ولازم اعرف الفرق ده. الديفيمينايزيشن ده يحصل شويه هورزنس اوف فويس، يحصل اتروفي في البريست، يحصل اكني، يحصل هرشوتازم، ده بنسميه ديفيمينايزيشن. بنسميه ايه؟ ديفيمينايزيشن. اما الفيريلايزيشن فهو بقى حاجه مختلفه شويه، ان بيحصل ايه؟ بيحصل ديبنينج الفويس، انكريز الماسل ماك، الشولدر جيردل، انفريكوينت منسز، كلايتوروميجالي، والليبيدو بتزيد، وده اللي هو بنسميه فيريلايزيشن. طيب يبقى احنا عرفنا يعني ايه هرشوتازم. هو كورس تيرمينال هير في الاندروجين ديبندنت اري في كلينيكال ديفينيشن، وهو مكتوب الحقيقه ان ده يعني بنقدر نقول عليه ان اي شخص ضيق الست كده بنسميه هرشوتازم، ده على مستوى الكلينيكال. اما على مستوى الساينتفك ديفينيشن كورس تيرمينال هير في الاندروجين ديبندنت اريا في الفيميل. طيب قلنا الاندروجينز بتاعت الفيميل هم ايه؟ اشهر اندروجين تستوستيرون، دايهيدروجندوستيرون، الاندروستنديون. قلنا ان السوبرينال والاوفرز هم المين كومبوننت او المين الكي بلاير اللي بتطلع الاندروجينز، وقلنا ان البريفرال كونفرجن له رول عالي جدا، وقلنا ان التستوستيرون الحقيقه ان قلنا ان التستوستيرون انا مش عارف هو كده فيه كونكشن او حاجه زي كده. طيب وقلنا ان التستوستيرون بيحصل له بريفرال كونفرجن زي ما قلنا، بيحصل بيتحول الدايهيدروجندوستيرون سلفيت والدايهيدروجندوستيرون والاندروستنديون بيتحولوا لايه؟ للتستوستيرون. طيب انا بس عرفوني هو شغال كده ولا الامور. طيب تمام. نتكلم بقى في الكوزس او الايتيولوجي بتاع الهرشوتازم. اول حاجه واهم حاجه الكونستيتيوشنال. الكونستيتيوشنال ده اللي زمان كنا بنقول عليه ايه؟ الايديوباثيك هرشوتازم. طيب دي عيانه بالبلدي كده ما عندهاش مشاكل غير في الجلد، يعني الهرشوتازم بتاعتها مينلي في الجلد بس. طيب الهرمونال ابنورمالتيز بتاعتها بتكاد تكون في اضيق الحدود ومحدوده جدا جدا زي ما هنشرح وهنستفيد دلوقتي. في حاجه اسمها عندي اندوكراينال كوزز زي الاوفيريال والادرينال والهايبركلوريكتينيميك او اللي بنسميه البيتيوتري كوزز. في عندي الهايبوثايرويدزم تبع الاندوكراينال كوزز، البريجنسي، الهيباتيك ديزيزز، البريفرال كونفرجن انكريز البريفرال كونفرجن، تمام، والايتروجينيك اللي هم زي اللي بياخدوا ادويه. طيب نبتدي اشهر الاسباب اللي حوالي 20% من الـ من الـ من الكاونت بتاع 20% من اسباب الهرشوتازم هو الكونستيتيوشنال. تمام الكونستيتيوشنال ده هو اكتر من 20% من الاسباب بنسميه ايه؟ كونستيتيوشنال هرشوتازم. الايديوباثيك او الكونستيتيوشنال هرشوتازم ده بيبتدي عاده سونر بعد البيبرتي، وكنا زمان بنقول ان هنا في بس الاكشن او الاكتيفيتي بتاعه الدايهيدروجندوستيرون الدي اتش سوري الدي اتش تي او المور بوتنت فورم من التستوستيرون اللي بيتكون عن طريق 5 الفا ريزكتيز انزيم على الاندروجينيك ريسبتورز، وبيبقى في اكتيفيتي زايده ليه او اكتيفيتي زايده لل 5 الفا ريزكتيز، وبالتالي بيتحول التستوستيرون لمور بوتنت دايهيدرو تستوستيرون اللي له معظم الاندروجينيك افكت. تمام وعلى هذا الاساس، وده اصلا اكتر باثوجينيسيس او اكتر باثوجينيك اكسبتد للاندروجينيك الوبيشيا، وفي ادويه كتير قوي بتشتغل على الحته بتاعه ال5 الفا ريدكتيز انزيم، وبنقطع الدايره ما بين التحويل ما بين التستوستيرون للهاي داي هيدرو باندوس للداي هيدرو تستوستيرون على الاندروجينيك ريسبتورز. طيب تمام احنا عايزين نقول بس سريعا كده، معلش الحته دي شويه رخمه كده، الكونستيتيوشنال او الايديوباثيك هرشوتازم كده بنقول عليه في الاول في نوع منه اللي هو الفاميليال ده اللي هو كل حاجه تقريبا مظبوطه، والهرشوتازم بتاع الساتي دي بيبقى اكتر في الفيس وبيبقى لاترال وبيبقى سنترال. تمام والساتي دي بتلاقي العيله كلها تيجي تقول لك اه ده انا قرايبنا واخواتنا
كده عندهم برضو شعر. وخد بالك بدي زبد لازم افرق ما بين الهيرشوتزم والهايبرترايكوز. الهايبرترايكوز ده هو الانكريز في الدينستي بتاعت النورمال هير، يعني ده بني ادم مشهد، ده راجل او ست عندهم هايبرترايكوز، تمام، باسبابه نتكلم عليه بعد كده. وده فرق كبير بينه وبين الهيرشوتزم. الهيرشوتزم ده كورس تيرمينال هير في الاندروجين ديبندنت اير، وبالتالي في منه حالات فاميليال يعني رانزن فاميلي والهرمونال بتاعه بيبقى الحقيقه بيبقى نورمال، وهنا الدايجنوز بيبقى بالاكسكلوجن، تمام، لان الحقيقه انا لازم اعمل هرمونال بروفايل، وده اللي هنجاوب على السؤال ده، حاله ايه اللي اعمل لها هرمونال بروفايل. رايي الشخصي ان اي حاله هيرشوتزم لازم يتعمل لها هرمونال بروفايل. طيب في حاجه عندنا اسمها ادرينال واوفيريان كونستيتيوشنال هيرشوتزم. الادرينال هيرشوتزم ده اللي بنسميه او الادرينال صاها، والاوفيريان هيرشوتزم او الكونستيتيوشنال اوفيريان هيرشوتزم ده بنسميه الاوفيريان صاها. الادرينال ثين وسنترال، الاوفيريان اوبيز ولاترال، لازم نحفظها كده، الادرينال ثين وسنترال، الاوفيريان اوبيز ولاترال، تمام. طيب جميل جدا. عيان الاوفيريان كونستيتيوشنال هيرشوتزم ده بيبقى عنده مايلد انكريز في الفري تستوستيرون، اما عيان بتاع الادرينال هيرشوتزم بيبقى عنده مايلد انكريز في الدايهيدروبياندوستيرون ايه سلفيت. طيب جميل جدا. يبقى تاني احنا قلنا اول سبب الكونستيتيوشنال او اللي كنا بنقول عليه ديوباسك، وهو باكتر من 20% من الاسباب. اول حاجه. تاني حاجه احنا قلنا الكونستيتيوشنال ده ممكن يبقى حاجه من ثلاثه، يا اما اوفيريان يا اما ادرينال يا اما ايه يا اما فاميليال. فاميليال ده دايجنوز بالاكسكلوجن وكل الانفستيجيشن بتاعته بتبقى سليم. اما الاوفيريان والسوبرينال، السوبرينال في حاجه اسمها دايهيدروبياندوستيرون سلفيت بيبقى عالي، في الاوفيريان الفري تستوستيرون بيبقى عالي. عيان الاوفيريان يا جماعه انا البث واصل لكم ولا ايه؟ بس طمنونا عشان في ناس بتقول ان البث وقف والصوت وقف، فطمنونا بس يعني. طيب اوكي هنكمل لحد ما تقول. يبقى احنا قلنا احنا عندنا فاميليال ادرينال اوفيريان. الاوفيريان ده بيبقى فيه مايلد انكريز في التستوستيرون، والادرينال بيبقى فيه مايلد انكريز في الايه في الدايهيدروبياندوستيرون سلفيت. طيب جميل جدا. ده الكونستيتيوشنال. نيجي بعد كده نخش على الايه على الاندوكراينال. الاندوكراينال قلنا نفس الكلام، عندي اوفيريان وعندي سوبرينال وعندي هايبر برولاكتينيميا او بيتيوتري كوزس. عشان تحفظ كده احنا بنسهلها على بعض، ان احنا الكونستيتيوشنال عندي ثلاث اسباب، والسوبر والاندوكراينال عندي ثلاث اسباب ميجور. طيب الاوفيريان قلنا في الكونستيتيوشنال، وده هنعد عليه اللي جاي كله، ان اوبيز ولاترال. في السوبرينال سن وسنترال. اوكي السوبرينال في مايلد انكريز في الدايهيدروبياندوستيرون، والاوفيريان في مايلد انكريز في الايه في الفري تستوستيرون. طيب جميل جدا. اسباب الاندوكراينال اوفيريان هيرشوتزم، الاندوكراينال اوفيريان هيرشوتزم في باثولوجي، مش في صها سيندروم اللي هي سيبوريا واكني وهيرشوتزم واندروجينيك الوبيشيا، في اندوكراينال باثولوجي، المريض ده عنده اندوكراينال باثولوجي. طيب اول حاجه بنقول في الاوفيريان كوزس البي سي او. البي سي او دي حاجه مهمه جدا ومنتشره جدا جدا جدا، وارجو ان انت ما تخوفش العيان وتقول له عندك تكيسات على المبايض والدنيا صعبه ومش هتخلف ومش هتعملي ومش هتسوي. الموضوع اسهل من كده بكتير ومظبوط على كده، ممكن من غير اي علاج الامور بتتحسن. طيب الاوفيريان كوزس البي سي او يعني ايه بي سي او؟ او اقول المريض عنده بي سي او امتى؟ لما يقول لي لما يفول في الاثنين كرايتيريا من ثلاث حاجات، يا اما كلينيكال وبايوكيميكال، يا اما ابنورمال منسز، يا اما فوق ترانس فاجينال الترا ساوند او الابدومينال سونوجرافي، وبلاقي فوليكل اكتر من 10 ملي. طيب على مستوى الكلينيكال وبايوكيميكال الاقي هيرشوتزم، او على مستوى البايوكيميكال انكريز التستوستيرون، انكريز الفري تستوستيرون، انكريز الاف اس اتش ال اتش ريشيو اكتر من 4. ده بقول عن المريض ده عنده لما يجمع اثنين كرايتيريا من الثلاثة دول بقول عنده ايه بي سي او. يبقى abnormal menses clinical or biochemical وايه وثالث حاجة اللي هو transvaginal ultrasonography او abdominal sonography. بقول عن المريض ده عنده ايه بي سي او، وده من اشهر الاسباب. وغالبا المريض ده بتبقى يعني شوية obese، بيبقى فيه abnormal menses والشعر الكثيف وهو الى اخره. طيب
ال 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 في حاجة من كنا بنحطها سب تايب زمان من البي سي او، ولو ان هي مش سب تايب ولا حاجة بنسميها هيران سندروم. ايه الهيران سندروم ده؟ ده هايبر اندروجينيمز وانسولين ريزيستنس واكنسوزيس. عشان كده السيرم انسولين فاستنج وبوست برانديال من اهم 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 الانفستيجيشن اللي بقت بتطلب مع حالة الهيرشوتزم خصوصا في الاوبيس بيشنت. يبقى احنا قلنا هناخد بقى لنا من حاجتين دلوقتي، سا سندروم السيبوريا والاكني والهيرشوتزم واندروجينيك الوبيشيا. ارجو من اي حد بيكشف على هيرشوتزم لو سمحت يقول المريضه بتاعته تتاخر الطرحه ويبص على الاكني ويبص على الاندروجينيك الوبيشيا لو عندها، او على الاقل يسالها ويسالها على المنسس طبعا. طيب وده هنقول في الكلينيكال بيكتشر انا امشي ازاي. الهيران سندروم ده هايبر اندروجينيزم وانسولين ريزيستنس واكانسوزيس نيجريكانس، تمام. وكنا زمان بنقول عليها ان هي ايه، بنقول عليها زمان الهيران اي سندروم. طيب في حاجه اسمها الاوفيريان هايبرثيكوزيس. الاوفيريان هايبرثيكوزيس ده الثيكا انترنا بيحصل فيها سيكنينج بتاع الاوفري، وبيحصل سيفير انكريز في التستوستيرون على عكس البي سي او، وممكن يبقى المريض ده عنده ساينس اوف ايه، اوفيريلايزيشن زي اللي قلناها قبل كده. يبقى تاني احنا قلنا عندنا اول حاجه البي سي او والسب تايب بتاعها الهيران سندروم، بعد كده قلنا على الاوفيريان هايبرثيكوزيس وده تيكنينج بتاع الثيكا انترنا بتاع الاوفرز وسيفير انكريز في الثيرم تستوستيرون الفري تستوستيرون، والعيان ده العيانه دي ممكن يكون عندها ساينز اوف ايه، اوفيريلايزيشن، وممكن بيبقى في الابنورمال التراسونوجرافي او الهيستوباثولوجي بيشخص لي التيكنينج بتاع الايه الثيكا انترنا. هنا الفيتستيرون ممكن يوصل اكتر من 200 نانو جرام بير دي سيلتر. طيب يبقى كده قلنا ثلاث اسباب الاولانيين بتوع الاوفيريان. طيب في تيومر، اه طبعا ده التيومر ده من اشهر الاسباب، بس هي بقى مست التيومر شويه يعني ان انا اروح لنسكه التيومر بيبقى سهل بالنسبه لي شويه. ليه؟ لان الصدم وابرابت بقى في فيرلايزنج سيمتومز سريعه، لوسف انكريز كلايتروميجالي ولوسف اوبريست اتروفي وانكريز المسل بالك والهيستوري الصدم والشوتي انكريز في الفريتستيرون، ده بيجايد ليا الاوفيريان تيومر او المالجنسي، وده لازم احطه برضو كاعتبار خصوصا في الصدن ايه اونست. طيب يبقى احنا كده خلصنا حاجتين، الكونستيتيوشنال تايب او الايديوباثيك، وبعد كده الاوفيريان تايب. نخش بعد كده على السوبرارينال تايب. السوبرارينال تايب عندنا حاجات تيومرال ونون تيومرال. حاجات نون تيومرال حاجات مشهوره قوي، الكونجنتال ادرينال ليت انسر كونجنتال ادرينال هايبربليزيا، الكوشينج سيندروم، التيومر اللي الادرينال تيومر. احنا كنا عارفين ان في حاجه اسمها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا، كلنا عارفين الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا. طيب جميل قوي. وفي حد بيقول عايز يشوف سلايدز، قوي قوي ديك سلايدز بس اوكي يعني سلايدز اهي، بس اعتقد الصوره هتطلع معكوسه في السلايدز. طيب اعتقد الصوره هتطلع معكوسه، خلينا كده ممكن ابقى ارفع لكم المحاضره مفيش مشكله يعني. ال 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 طيب الادرينال هيرشوتزم قلنا تيومرال ونون تيومرال. النون تيومرال عندنا ايه، الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا والكوشينج سيندروم. التيومرال زي ما هنشرح بعد كده. النون تيومرال الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا والايه الليت اونس كونجنتال ادرينال هايبربليزيا والفيكروما سايتوما او الكوشينج سيندروم. الليت اونس ادرينال هايبربليزيا كنا نعرف زمان ان احنا عندنا حاجه اسمها ايه ادرينال هايبربليزيا، ودي هي الكونجنتال تايب، وده العيان بيبقى عنده بيتولد عنده امبيجوا جينيتاليا وفليكشوال هايبر بيجمنتيشن، ودي بيبقى دايجنوز من ساعه ما يتولد. ولكن الليت اونس كونجنتال هايبربليزيا بقى لك وانت تخيلوا ان المريض ده ممكن تبقى انت اول واحد تشخصه، يعني ممكن يبقى فيري ويل ونورمال جدا لحد ما يجي لك. ولكن انا اسمع كلمه ادرينال هيرشوتزم يبقى لازم عيني تروح على ثين وسنترال هيرشوتزم. ثين وسنترال هيرشوتزم. يبقى تاني الادرينال كوزس عندنا تيومرال ونون تيومرال. التيومرال كوزس عندنا الادرينال هايبركليزيا والكوشينج سندروم او اللي بنسميها الايه الفيوكروموسايتوم. الادرينال هايبركليزيا عندنا ليت اونست ادرينال هايبركليزيا، وده المريض زي ما قلنا الكونجنتال تايب بتاعه ده بيتفرز بيتشخص من هو صغير طفل امبيجوا جينيتاليا وفليكشوال هايبر بيجمنتيشن. اما
الليت اونسيت كونجنتال ادرينال هايبربليزيا انت ممكن تكون اول واحد تشخصه. يعني المريض ده عاده بيبقى نورمال جدا ويجي بس كل مشكله المؤرقه انها يعني بتخس شويه وشويه شعر زايد. لازم اكون فطن وزي ما قلنا في الادرينال كوزس ان الداي هيدروبندوستيرون سلفيت من اهم الحاجات اللي تطلب عشان تشخص هو والسيرم كورتيزول دي تشخص للادرينال كوزس في كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. الداي هيدروبندوستيرون سوري ال17 هيدروكسي بروجستيرون زي ما هنشرح بعد كده هو اهم حاجه او اهم ديتكتور للكونجنتال ادرينال هايبربليزيا. طيب قلنا كلينيكالي العيان ده بيبقى ثن، بيبقى الهيرشتزم بتاعه سنترال، بيجي لك متاخر قوي. تمام حد بيسال يعني ايه ثن وسنترال؟ يعني الثن هو ثن المريض ثن. تمام وسنترال ده الديستريبيوشن بتاع الهيرشتزم، الديستريبيوشن بتاعه بيبقى دايما سنترال على عكس الاوفيريان كوزس بتبقى ايه، بيبقى اوبيز العيان شويه وبيبقى الايه الديستريبيوشن بيبقى سنتر. تمام طيب الديستريبيوشن بيبقى لاترال. طيب يبقى احنا قلنا الادرينال هايبربليزيا الكوشنج الكونجنتال الادرينال هايبربليزيا دي اهم سبب من اسباب الايه، لا سنترال ده عشان حد بيسال سنترال ده سواء في الفيس او في البادي، يعني العيانين سنترال ده سواء في الفيس او في الايه او في البادي، عشان الحد سائل دكتوره دعاء سائله السنترال ده بيحصل في الفيس او في الايه او في البادي. المريض ده بيعمل له حاجه اسمها 17 هيدروكسي بروجستيرون زي ما نقول في الانفستيجيشن بعد كده، وهو ده المين كونتريبيوتر او هو ده بقى الكي بلاير او الـ او الـ بصوره سريعه الادرينال هايبربليزيا دي بيحصل ديفكت. انت عارفين في كورتيزون ميتابوليزم تبع السوبر رينال بيحصل ديفكت في واحد من الانزيمات دي، عاده اشهر حاجه ال21 هيدروكسيليز الفا هيدروكسيليز هو ده اشهر انزيم، في حاجات تانية سب تايبس تانية 19 و 17 ولكن هو أشهر واحد ال 21 هيدروكسيليز هو ده أشهر واحد بيعمل لي الكونجينيتال أدرينال هايبربليزيا. طيب يبقى احنا قلنا الأدرينال كوزيس عندي كونجينيتال أدرينال هايبربليزيا الكوشينج سندروم والأدرينال تيومرز. طيب الكوشينج سندروم زي ما احنا عارفين طبعا سواء هي تيومر او سواء هي دراجز العيان ده بيحصل له ايه، المو فيس البافلو هامب الاسترايا البيربرا الثيننج بتاع السكان انكريز الليبيلتي الانفكشن الهايبرتنشن كل دي. واعتقد يعني ده على مستوى الكلينيكال بيبقى واضح قوي المريض ده وبتبقى تشخيصه اسهل كتير من الليت ادرينال هايبربليزيا، ومش هديه دي المشكله اللي هيبقى جاي بيها الحقيقه يعني في الفيبروموسايتوما او الايه او الكوشنج ايه سيندروم. طيب الفيرلايزنج تيومرز بتاعه السوبرارينال الحقيقه بيبقى برضو سادن اونست ويبقى فيري ثين والديستريبيوشن بتاع الهير بيبقى زي ما قلنا ايه سنترال. طيب البيتيوتري الهايبركولاكتينيميا، طبعا الهايبركولاكتينيميا وخد بالك اصل البرولاكتين هرمون ده ممكن بيتاثر باي حاجه، يعني اكسرسايز يزوده، نوم كتير يزوده، نوم قليل يزوده، يقعد في الحراره تزيد يزوده، حراره الجو تقل يزيد. فخد بالك ان البرولاكتين ده ثيرمولاتايل وبيتاثر بالايموشن وبدرجز وكل حاجه. تمام فعشان ما تجريش قوي اكتر من تريبل النورمال بتاع البرولاكتين ما تفكرش في الهايبركولاكتينيميا. ولو ان الهايبركولاكتينيميا مشهوره الحقيقه واشهر سبب للهايبركولاكتينيميا البيتيوتري ماكرو ادينوم، ودي طبعا الدايجنوز بتاعها بيبقى عن طريق السي تي والام ار وليها علاجات كتيره طبعا زي ما هنقول في العلاج بقى البروموكريبتين والنوربرولاك والبارلوديل والحاجات دي. واحسن علاج للبيتيوتري ماكرو ادينوما هو ميديكال ثيرابي مش سيرجري. طيب من اشباب الاندوكراينال كمان الهايبو او الهايبرثايرويدزم الحقيقه، ونشوفها في الكلينيكال سواء الاكسس هايبوثايرويدزم او الاكسس هايبرثايرويد ثايرويد او الهايبرثايرويدزم او الهايبوثايرويدزم الاثنين بيحملوا هيرشتزم، ودي بنشوفها كتير وخصوصا العيانين اللي بياخدوا التروكسين وكان عملوا ثايرويدكتومي وخدوا التروكسين وبدا الشعر يزيد بعد الالتروكسين. تمام فدي يعني خلي من ضمن الحاجات الروتينيه التي اس اتش. تمام طيب الصوت واصل، كانت حد كتب ان الصوت مش واصل،
هنحاول نعلي صوتنا شوية. يبقى احنا قلنا رابع سبب في الاندوكرينال كوزيس الايه الهايبر او الهايبوثايرويدزم الهايبر او الايه الهايبوثايرويدزم. طيب يبقى احنا تاني عشان نمشي كونستيتيوشنال او الايديوباسك تاني حاجه الاندوكرينال. الكونستيتيوشنال قلنا ان احنا عندنا ادرينال واوفيريان وقلنا فاميليال. السوبر الاندوكرينال كوزيس قلنا ان احنا عندنا اوفيريان وقلنا ان احنا عندنا سوبرارينال تمام وقلنا ان احنا عندنا هايبر برولاكتينيميا وقلنا ان احنا عندنا هايبو او هايبر اي ثايرويدز. جميل جدا. الحقيقه ان البريجننسي ده من الحاجات اللي فيها كونتروفيرس شويه. بيقول لك ان في ساعات بعض الناس عندها بلاسينتال اروماتيز انزيم ديفيشنسي ودول بيخلي يحصل لهم هيرشوتيزم ويزيد ايام اثناء البريجننسي. ولو ان احنا ساعات في عيانين مع البريجننسي ونلاقي ان الهيرشوتيزم اتحسن تمام. بس يعني الوضع الاكثر او الارجح ان الهيرشوتيزم بيزيد ايام البريجننسي ودي تبقى مشكله. المشكله بتبقى مريضه اخذت علاج وعمليه ليزر والامور اتحسنت وبعدين بعد ما جت بريجننت تمام فجاه كل حاجه رجعت تاني وفجاه كل حاجه تقول لك ان الشعر رجع زي ما هو وانت ضحكت عليا والدواء ما جابش نتيجه او اتفق. فلازم ببقى معرفه ان وارد يا مدام انك لما تحملي ان شويه الشعر يزيد وان ممكن مش بس كده لا يعني يبقى فيه لو انت عندك بي سي او يحصل لك ايه بقى شويه حاجات بتاعه الفيريلايزنج افكت تبتدي تبان. طيب يبقى احنا عندنا قلنا كونستيتيوشنال اندوكرينال بريجننسي. رابع نوع اسمه ايه اكتوبيك. اكتوبيك دول وده نادر شويه الحقيقه بس لازم يكون ان مايند. العيانين دول بيبقى زي الكارسينويد تيومر واللاين كانسر او البولمونري كارسينوما ودول بيفرزوا حاجه اسمها اس تي اتش. الكوريو كارسينوما بيطلع حاجه اسمها هيومن كورينو جونادوتروبين. الاس تي اتش والهيومن كورينو جونادوتروبين دول بيطلعوا الايه الانوشت. يبقى احنا عندنا في الاكتوبيك كوزس تمام او يعني بارانيوبلاستيك كوزس الكوريو كارسينوما بيطلع لي حاجه اسمها هيومن كورينو جونادوتروبين. اللاين كانسر بيطلع لي حاجه اسمها ايه بتطلع لي الاس تي اتش هي والكارسينويد سندروم. طيب الهيباتيك. الهيباتيك هي ايه مشكله الهيباتيك ده بقى؟ في حاجه اسمها 6 هرمون باين جلوبولين. احنا قلنا ان التستوستيرون دول 80% باوند لحاجه اسمها 6 هرمون باين جلوبولين و19% باوند للالبومين 1% فري. كل ما ال 6 هرمون باين جلوبولين يزيد كل ما الفري يقل والعكس صحيح. طيب ال 6 هرمون باين جلوبولين ده بيتعمل بيتصنع فين؟ في الليفر. لو الليفر فيه مشكله ايه اللي هيحصل؟ هيقل 6 هرمون بايندنج جلوبين وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الفيتستوستيرون هيضرب. وبالتالي اللي عندهم ليفر ديزيز او الالكوهوليك او بيقل نسبه 6 هرمون بايندنج جلوبين طبعا احنا بنشوفها قليل يعني او ما بنشوفهاش خالص وبتعلى نسبه الايه السيرم تستوستيرون في العيانين دول. 95% من حالات الهيرشوتيزم بي سي او وكونستيتيوشنال هيرشوتيزم. 95% من الهيرشوتيزم حالات بي سي او وكونستيتيوشنال هيرشوتيزم. في ايه من الليتر اللي بقى في الاخر بقى الايتروجينيك كوزس. الايتروجينيك كوز ده عيان بقى يعني ايه اللي بتاخد اللي بتعمل اوفيريان ستيميليشن عشان الاي في اف. العيانه مثلا بتاخد لسبب او لاخر بعض الادويه اللي بتعمل وفرق الهايبرترايكوزس من الايه من الهيرشوتيزم. يعني مين الادويه اللي بتعمل هيرشوتيزم تبقى ادويه هرمونال. ادويه الهايبرترايكوز زي ما احنا عارفين بقى المينوكسيديل سواء توبيكال او سيستميك الازوكسايد الكوفا الفيتامين بي كومبلكس الحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتعمل ايه هايبرترايكوز. طيب يبقى احنا كده تاني نعد الكلام ده مهم قوي. قلنا هيرشوتيزم كورس تيرمينال هير في الانجن ديبندنت اري. قلنا عندنا الفورمز بتاعه التستوستيرون وقلنا ان الاوفر السوبرينال اللي بيطلعوا البيرفال كونفرجن. قلنا الاسباب اشهر قلنا اول حاجه في الاسباب الكونستيتيوشنال وقلنا عندنا اوفيريان وادرينال وفاميليال صها سندروم اللي هم السيبوريا والاكني والهيرشوتيزم وانجيونيكال ويش. طب نفهم من كده ايه؟ ان لو سمحت اي مريض انا بكشف عليه هيرشوتيزم اشوف اكني اشوف اندروجينيكال ويش واسال عن المنسز تمام. طيب تاني جزء الاندوكراين. الاندوكراين عندي اوفيريان وعندي ادرينال او سوبرينال وعندي هايبربرولاكتينيميك وهايبو هايبر ثايرويدزم. الاوفيريان عندي البي سي او والهايبرثايكوزس والتيومر. الادرينال عندي كوشنج او الفيكروموسايتوما والليت اونست ادرينال هايبركليزيا والتيومر. عندي الهايبربرولاكتينيميا اياتروجينيك او بيتيوتري ماكرو ادينوم
عندي الهايبو والهايبر ثايرويدزم سواء ايتروجينيك او في مشكله في الثايرويد. خلاص يبقى احنا عندنا كده خلصنا الايه الكونستيتيوشنال والاندوكراين. ثالث حاجه الايتروجين ده رابع. طيب رابع حاجه رابع حاجه البريفرال كونفرجن بيزيد دي بتبقى قليله شويه. خامس حاجه الايه الهيباتيك بيشن اللي عندهم بريفرال كونفرجن اللي عندهم بيقل سوري السكس هرمون باين جلوبولين وبالتالي بيعلى الفري تستوستيرون. سادس واحد انكريز البريفرال كونفرجن خصوصا خصوصا في الايه في الاوبيس بيشنت. اشخص المريض ده ازاي؟ عندي ستيب باي ستيب كده اشخص المريض ده. عندي هيستوري ولازم اخد هيستوري محترم ومظبوط جدا. عندي اكزامينشن عندي انفستيجيشن هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن. طيب قول لي يا عم هيفيد ايه الهيستوري؟ اقول لك انا هيفيد ايه الهيستوري. اول حاجه في الهيستوري هتفيدني الايج. ايه الايج هيفيدني في ايه؟ ان الايج كل ما هيكون اصغر كل ما هيبص ناحيه الكونستيتيوشنال او الايديو باسك. كل ما هيكون اكبر كل ما هروح ناحيه الاوفيريان هايبرتيكوزيس والتيومر. طيب اول حاجه الانست مهم جدا زي ما قلنا الانست ده لو سيفير ابرابت انست او سادن سوري ابرابت انست المريض ده لازم اشك في وجود تيومر سواء سوبرينال او سواء بارانيوبلازم او سواء ايه اوفيري. يبقى الايج والانست. طيب المريض ده بياخد دواء ولا لا؟ ده ممكن يكون ايتروجينيك. هو لو بياخد دواء سهل عليا. طيب اساله في حد في عيلتك تاني فيه هيرسوتازم او بتعالج من المشكله؟ لو فيه يبقى سهل عليا كونستيتيوشنال فيريلايزيشن. اساله في اي مشكله حصلت في البريست؟ في اي مشكله حصلت في الفالفا؟ في حصل كولايتروميجالي؟ الحاجات دي كلها الفيريلايزنج سيمتومز او الفيريلايزنج تيومرز لازم تكون في بالي. الفاميلي هيستوري بالمناسبه مش شرط ايديوباثيك ممكن كمان بي سي او. يعني بي سي او دي حقيقه بنشوفها رانز فاميلي. تمام. طيب من ضمن الهيستوري اللي اسال عليه المنسز المينستيرال سايكل في اوليجومينوريا في منراجيا في ابنورمال منسز باي شكل من الاشكال. وده حقيقه بيبقى مع ماشي اكتر مع البي سي او مع الهايبر بروياكتيميا. ساعات تعمل يعني ساعات قليل قوي في الليت اونست ادينال هايبربليزيا الاقي ايه ابنورمال منسز. طيب تمام. هل في انفيرتيليتي؟ هل انت متزوجه؟ طب في انفيرتيليتي؟ طب حملتي على طول ولا خدتي اوفيريان هايبر ستيميوليشن ولا حصل اي حاجه عشان يحصل ايه الـ 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 يعني احاول اربط ما بين دواء اتاخد وطلع بعد كده الـ 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 الشعر زاد؟ او هل اصلا انت من الاول بي سي او عارفه وعيلتك فيها بي سي او؟ لازم اسال على الايه على الكلام ده. اكزامينشن رايي الشخصي اول حاجه في الاكزامينشن ابص عليها الاندروجينيك مش السان سندروم مهمه جدا. وللاسف كنا زمان ما يعني ما ناخدش بالنا لحد ما اساتذتنا بداوا يخلونا ناخد بالنا من النقطه دي وبي اوير دونت مس الاندروجينيك الوبيشيا الاكني مهم جدا. اندروجينيك الوبيشيا الاكني الديستريبيوشن بتاع الهير. يبقى لازم عيني تروح وانا بعمل انفستيجيشن على ايه اكزامينشن على ايه اقول لها لو سمحتي لا اخلعي الطرحه انا عايز اشوف. لو سمحتي اخلعي الطرحه عشان عايز ابص على شعر حضرتك. لو سمحتي دخلي الطرحه عشان ابص على الاكني بتاع حضرتك. لو سمحتي قولي لي في شعر زياده في الاماكن الفلانيه ولا لا. الاسئله دي والانفستيجيت والاكزامينشن ده مهم جدا 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 جدا. لو سمحت شوفي عندها اكانسوزيس نيجرا كانس ولا لا. تمام. الاكانسوزيس ده في الهيران سندروم. طيب برضو البريزنس او الابس بتاع الجلاكتوريا العيانين اللي عندهم جلاكتوريا دول اكيد هيبقى عندهم هايبر برولاكتينيم. تمام. فلازم اخد بالي من الايه من الموضوع ده. الاوبستي دي لوحدها سبب هيرشوتزم زي ما قلنا. ده بيزود البريفرال كونفرجن وبالتالي العيان ده هيبقى عنده حاجتين. هيبقى عنده 100% الاكانسوز نيجريكانس وهيبقى عندها هيرشوتزم. طيب يبقى احنا سالت عن الايج والمنسز والانفيرتيليتي والدراجز اللي بتاخدها. عملت اكزامينيشن على شعرها وعلى الاكني وعلى الجلاكتوريا وعملت اكزامينيشن وشفت فيه اوبستي ولا لا وشفت الاكانسوزيس. كل الكلام ده بحطه وبسجله عندي. طيب في حاجه كده اسمها الايه الفريمان جيلوي سكيل. ده انا باسس لتسعة بوينتس
من الايه من البادي. واكوردنج للبريزنس او الابسنس اوف هير بدي نقط من 1 لـ 4. يعني انا بمسك البادي كده في عندي 9 نقط انا بشوفها، وكل نقطه من دول انا باسس فيها من 0 لـ 4. واكوردنج للسكير ده انا بقول رفلي كده اقل من 8 دي مش هيرسيوت، اكتر من 8 دي ايه؟ دي هيرسيوت. طيب تاني المريض، انا بعمل اكزامينيشن للمريض وبشوف بحدد الناين بوينتس. انا هوريكم الفيمنجلوي سكيل ده، بس انا ان شاء الله لما ارفع المحاضره هيبقى اظرف يعني واحسن، لان اعتقد الصوره هتبقى معكوسه يعني. دي التسعة بوينتس الاساس عشان اقدر اقول المريض ده هيرسيوت ولا لا. زي الميديال اسبيكت بتاع الفور ارم، الميديال اسبيكت بتاع البوث ثايز، الابر باك، الجلوتير ريجون، الانفرا امبلايكال، الميديال بتوين البريست، التشين والمستاش، وباسس كل واحده وبدي من 1 من 0 لـ 4. ولو اقل من 8 غالبا ده مش هيرسيوت، لو اكتر من 8 المريض بتاعي ده ايه؟ هيرسيوت. مهم قوي الديستريبيوشن بتاع الهير تاني وتالت وعاشر. الهير عشان كان بيسالني، عشان كان في حد من دكاتره بيسالني الديستريبيوشن، لو لاترال والبيشنت ده اوبيز لازم افكر في الاوفيريان كوزس، لو سن والبيشنت ده لو البيشنت ده سن والديستريبيوشن سنترال افكر في الادرينال كوزس، لو لا ده ولا ده ومعاه جلاكتوريا يبقى افكر في السكر في البرولاكتينيميا، لو المريض ده معاها اكانسوزيس افكر في الانسولين ريزيستنس والهيران سيندروم. تمام. طيب نخش على الانفستيجيشن. الانفستيجيشن هنقول واحد لوحده وهقول في كل واحده هنعمل ايه. تمام. طيب مبدئيا بدي زي بدء كده التستوستيرون، اطلب فري ولا توتال ولا اطلب الاثنين ولا اطلب. مبدئيا التوتال ده لازم ينزل تيسيرا على الناس. احنا بنقول نطلب التوتال لو ما فيهوش، لو في مشكله ممكن اطلب الفري، لو التوتال في الاغلب سليم ما تكملش. تمام. ولو ان انت بتعمل وكده كده المريض دافع وكده كده المريض هيتكلف، فانا انصحك ان انت تطلب الاثنين سواء الفري تستوستيرون او التوتال تستوستيرون. طيب ايه هي بقى الانتربريتيشن للتستوستيرون الفري والتوتال؟ طيب انا عندي لو في مايلد ايفليبيشن لسه ما عملش ون يعني ما عملش ون اكسيد مور ذان نورمال فاليو بكتير، يعني ما مش 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 توايس او تريبل الفاليو بتاعه، بفكر في الساسندروم التستوستيرون واني ساحه الاوفريان ساحه. طيب لو هو في حدود التوايس تو تريبل بفكر في الايه؟ في الاوفريان كوز سواء ايه البي سي او او هايبر سيكوز، بس لو عالي في الهايبر، لو عالي شويه ناحيه التريبل يبقى الهايبر سيكوز، لو اقل شويه يبقى ناحيه البي سي او، لو هو شوتي قوي يبقى فكر في الايه؟ لو هو شوتي قوي يبقى فكر في ايه؟ في الاوفيريان تيومر. طيب يبقى احنا بالنسبه للاوفيريان عندي حاجه من ثلاثه، السيرم تستيرون تمام، الفري والتوتال. طب السيرم تستيرون ده بينتربريت ايه؟ بينتربريت مينلي الافكت بتاع الايه الاوفيريان. لازم وانا بطلب الطلب او بطلب التحليل ابقى عارف انا بطلبه الايه. انا بطلب سيرم عشان ما اكلفش العيان على الفاضي، بطلب فري وتوتال تستوستيرون عشان ايه؟ عشان المريض بتاع اشوف الاوفيريان، عشان الاوفيريان عندي اول حاجه لو هو عالي شويه بسيط يبقى الاوفيريان ساهد اللي هي كونستيتيوشن. طب لو عالي شويتين يبقى حاجه من الاثنين، يا ثيكوزس ودي سنها هيبقى كبير شويه ويبقى شوت ويبقى عالي شويه وجرادوال، ولو هو مش عالي قوي هيبقى بي سي او. طيب لو هو شوتي هيبقى ايه؟ هيبقى حاجه اسمها تيومر ايه او هيبقى اوفيريان تيومر. طيب يعني عشان برضو الارقام بتبقى فيها فاريشن جامد، يعني نعرف لو اكتر من 200 نانو جرام بير ديسيليتر لازم افكر في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الاوفيريان تيومر. يعني لحد ال 200 ده انا ماشي الهايبر سكوز بي سي او، لكن اكتر من 200 لازم افكر في الايه؟ في الاوفيريان تيومر. طيب هل الادرينال الاوفيريان سوري تستيرون سيرم تستيرون ده ملوش علاقه بالسوبرين؟ لا اطلاقا، احنا قلنا ان هو السوبرين اللي ليها رول، ولكن احنا هنقول في السوبرين بنطلب ايه عشان اشوف في السوبرين جلاند فيها افكشن ولا لا. يبقى على مستوى الاوفيريان انا عندي سيرم تستيرون والايه والفري والتوتال تستيرون. طيب جميل قوي.
على مستوى السوبر فينال عندي حاجة اسمها دايهيدروبيندوستيرون سلفيت. طب ليه انا بعمل اكتر حاجه دايهيدروبيندوستيرون ما بعملش ليه الدايهيدروبيندوستيرون العادي؟ لان الدايهيدروبيندوستيرون العادي او الناهي العادي ده بيطلع بالاوفري والسوبر فينال، فما بقاش عارف انهي الاعلى، تمام، او السبب فين، وعشان المشقه على المريض فبضرب الدايهيدروبيندوستيرون سلفيت لانه 100% بيفرز بالسوبر فينال. فلما بيبقى شوتي لازم افكر في ايه؟ في وجود ادرينال تيوب. الدايهيدروبيندوستيرون سلفيت بيبقى اكتر من 700 مايكرو جرام فير ديسيليتر في الادرينال كوزس بناين او مالينت. طيب جميل جدا. في حاجه كده بس ما بنطلبهاش اسمها 3 الفا اندروستنديول جلوكرونايد. ال 3 الفا اندروستنديول جلوكرونايد ده ميتابولايت من الدي اتش تي، تمام، ولما بيبقى عالي قوي، بس الحقيقه وجد ان هو اصلا مش يعني ممكن في حالات بي سي او او فيرينت هم مش عالي فيها، والعكس صحيح، يعني هو عالي في حالات نورمال، تمام. فالحقيقه ما عادش ما بيطلبش قوي. في حاجه اسمها الاندروستيرون جلوكرونايد ده احسن منه وبيعمل ريفليكشن للايه؟ للاوفيريان كوزس. يبقى احنا عندنا قلنا الفري تستيرون والتوتال تستيرون، وقلنا ال 17 قلنا الدايهيدروبيندوستيرون والدايهيدروبيندوستيرون سلفيت دي اكتر اندروجينز بتطلب. في حاجه، طب انت قلت لنا قعدت تصدعنا بالادرينال هايبربريزيا وقلت لي في كونجنتال وليت اونست و و و. طيب في حاجه اسمها 17 هيدروكسي بروجستيرون، اللي بيبقى ال 17 هيدروكسي بروجستيرون ده فيه ميتابولايت مهم قوي، تمام، ممكن انفيستيجيت ات وبيديني صوره حلوه وكويسه عن الادرينال هايبربليزيا. اسمه 17 هيدروكسي ايه بروجستيرون، بس ارجوك اطلبه في الايرلي فوليكولار فيز، اطلبه في الايرلي فوليكولار فيز وهو نورمال يقل من 80 ميلي جرام بير ديسيليتر. حاجتين عشان اشوف الاوفيري الادرينال هايبربليزيا يبقى لازم اطلب 17 هيدروكسي بروجستيرون. 17 هيدروكسي بروجستيرون دول مطلوب من حضرتك حاجتين فيهم، ان انت تطلبه ايرلي فوليكولار وان انت تبقى عارف ان النورمال اللي اقل من 80. جميل؟ لا مش كده بس. طب انا لقيته عالي اعمل ايه؟ في حاجه اسمها اس تي اتش ستيميليشن تيست، بدي من في اس تي اتش ستيميليشن تيست بدي السنكتين او اللي هي ال 250 مايكرو جرام يعني الاس تي اتش انترافينوس او انترا ماسك، وشوف ال 17 هيدروكسي بروجستيرون ده بعد الانفيكشن. لو هو اكتر من 1000 نانو جرام يبقى ده وسط التيست، يبقى احنا هنعمل 17 هيدروكسي بروجستيرون. لقيته عالي اكتر من 80، اشك. طب انا ممكن اجيب كمان اس تي اتش واقيس ال 17 هيدروكسي بروجستيرون ده، لو عالي اكتر من 1000 يبقى لازم احنا قلنا 17 هيدروكسي بروجستيرون في الايه في الفوليكولار. كل اغلب الانفستيجيشن كلها في الايه في اليوم الثالث للخامس. طيب يبقى احنا قلنا تستيرون في ريو توتال دايهيدروبيندوستيرون والاندروستين اندرو وال 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 والدايهيدروبيندوستيرون سلفيت، وقلنا 17 هيدروكسي بروجستيرون، تمام. طيب ثالث حاجه سيرم برولاكتين. ايه بقى سيرم برولاكتين؟ سيرم برولاكتين ده هيعمل ريفليكس زي ما قلت لك، ده لابايل جدا، سيرم لابايل، يعني زعلانه عالي، فرحانه عالي، بتاخد دواء عالي، مش عارف ايه عالي. فهو للاسف لازم، انا رايي الشخصي ان انت تعيده اكتر من مره. لو انت لقيته عالي بتعيده مرتين وتحاول قدر المستطاع ان انت تقول لها كوني نايمه كويس وصحيه كويس ومزاجك حلو وتروح تعمل التحليل ده وتقول ما فيش حد فينا مزاجه حلو للاسف، بس يعني ايه قدر المستطاع. حد بيقول لي اشرح ببطء، عينيا حاضر بس عشان وقتكم اصلا موضوع كبير عينيا. طيب يبقى تاني عشان ما نفقدش البوصله، بس الانفستيجيشن عندنا اول حاجه عشان حاجات تاسس الاوفيريان التستيرون والدايهيدروبيندوستيرون في توتال والدايهيدروبيندوستيرون وحاجات تاسس السوبرينال عند الايه الدايهيدروبيندوستيرون سلفيت. طيب جميل جدا. عندي كمان حاجه اسمها 17 هيدروكسي بروجستيرون. ال 17 هيدروكسي بروجستيرون ده الميتابولايت ده بيبقى بيزيد في حالات ليت اونست ادرينال هايبر بليزيا. طيب لو لقيت المريض ده لحد 80 نانو جرام في الايرلي فوليكولر يبقى المريض ده ما عندوش ادرينال هايبر بليزيا. اعمله بدري، اعمله ايرلي فوليكولر وشوف اكتر من 80 ولا لا. طيب عايز تتاكد قوي، ادي المريضه دي اس تي اتش، ادي المريضه دي وادي المريضه دي اس تي اتش 250 وحده وعيده تاني
لو لقيته عالي اكتر من 1000 يبقى المريضه دي بنسبه 100% عندها ادرينال ايه هايبركليت انست ادرينال هايبركليسيا. طيب جميل جدا. اللي بعده السيرم برولاكتين. من السيرم برولاكتين ده ثيرمولابايل، يعني معنى كده ايه؟ ان المريض ده ممكن يكون سليم جدا ما عندوش اي مشكله والبرولاكتين بتاعه عالي. فلو سمحت من فضلك عيد التحليل ده مره واثنين وثلاثه مش خساره، لان انت هتبني قرار. عيده مره واثنين وثلاثه مش خساره، ولو سمحت من فضلك اطلب خلي المريض ده يعمل التحليل في ظروف كويسه قدر المستطاع. طب لو لقيته شوتي اكتر من تريبل وانت طالع افكر اساله؟ طب ما هسال، هيقول لك انت بيجي لك صداع بتزغل العين بتزغل، عشان افكر في الايه؟ في البيتيوتري ماكرو ادينوما. طيب جميل جدا. السيرم كورتيزول. السيرم كورتيزول يستحسن ان انا اعمل 20 اور يورين سيرم كورتيزول ليفل. يستحسن ان انا اعمل ايه؟ 20 اور سيرم كورتيزول ليفل. يستحسن ان انا اعمل 20 اور سيرم كورتيزول ليفل. طيب جميل جدا. الحقيقه هو مش انديكيتور عالي قوي الا لو انا شاكك، يعني ان المريض ده مثلا فيه كوموسايتوما، او هو مش الحاجات اللي بتطلب في الروتين في الاول. ان انا لو شاكك ان ده مثلا فيه كوموسايتوما، او شاكك ان المريض ده بياخد كورتيزون من بره لاي سبب من الاسباب، او بياخد او عندها ادرينال تيومر يعني فيري ثين بقى والانسيت بسرعه وفيرلايزنج سيمتومز، ممكن اطلب. طيب الاف اس اتش. الاف اس اتش عشان ايه؟ عشان الاوفيريان فيل بتاع ايه؟ بتاع بي سي او. طيب جميل جدا. الاف اس اتش والال اتش ريشيو. طبيعي الال اتش اف اس اتش ريشيو ده اقل من ايه؟ اقل من ايه؟ اقل من 2 لواحد. لما بيزيد يوصل 3 او 4 لواحد بقول ان المريض ده عنده بي سي او. هل لوحده؟ قلنا لا، قلنا الكرايتيريا بتاعت الثلاثه بي سي او حطوهم حلقه في ودن. واحد كلينيكال وبايو كيميكال، يعني هيرسيوت وعندها ايه؟ والاف اس اتش عالي والال اتش عالي والال اتش اف اس اتش ريشيو اكتر من 3 لواحد او 4 لواحد، والمريضه دي عندها تستوستيرون فري والتوتال بتاعها عاليين، يبقى ده كلينيكال او بايوكيميكال. ده واحد. اثنين المريضه دي عندها ابنورمال منسس، تمام، او انفيرتيلتي بين قوسين. ثلاثه بالسونوجرافي شايف في ابنورمال فوليكل اكتر من 10 من 10 مل. اثنين من الثلاثه كرايتيريا دول بقول عن المريض ده عندها ايه؟ بي سي او. طيب جميل جدا. بالنسبه للثايرويد هعمل لها حاجه. الثايرويد بطلب لها تي اس اتش، يعني اطلب كسكريننج التي اس اتش، ما تكلفش بقى تي سي او دي وتي 4 الا لو انت لقيت التي اس اتش متلخبط او ما فيهوش مشكله. خد بالك السب كلينيكال يعني ما تقولش اصل هو كلينيكال ومش ماشي مع الثايرويد. ده سب كلينيكال ثايرويد، تمام، بيعمل اب نورمال مينسز وبيعمل لي انوفيليشن ويعمل لي هيرسوتيزم. انت متخيل بقى؟ يعني ما تقولش لا انا بس انا هطلب ثايرويد ليه؟ طب ما تكتب لا لو سمحت اطلب تي اس اتش، خصوصا في الحالات اللي انت شاكك انها كونستيتيوشنال او اللي انت شاكك انها ايديوباثيك. اطلب تي اس اتش. اطلب تي اس اتش هتشوف قبل ما تطلب تي سي او اطلب تي اس اتش. لو العينه دي عندها سب كلينيكال ثايرويد يبقى انت اكتشفته وانت دكتور شاطر وشخصت، وتظبيط الثايرويد هيظبط المنسز اللي متلخبط عندها، وهيظبط الثايرويد وهيظبط الهرشوتازم وهيظبط الدنيا كلها، تمام. لو سمحت اطلب سيرم انسولين فاستنج وبوست برانديال انسولين. اطلب فاستنج وبوست برانديال انسولين. لا تنسى الصح سندروم، لا تنسى قصدي الهيران سندروم، لا تنسى ان الاوبيستي بيكونتريبيوت للانسولين ريزيستنس. فلو سمحت خصوصا في العينين الاوبيز اللي انت شاكك اطلب لي السيرم انسولين فاستنج وبوست برانديال بلاد انسولين. فاستنج وبوست برانديال بلاد انسولين. يبقى تاني انفستيجيشن الاندروجينز، الفريو توتال تستوستيرون، الدايهيدروبروجستيرون والدايهيدروبروجستيرون سلفيت، 17 هيدروكسيبروجستيرون، السيرم كورتيزول، البرولاكتين، والثايرويد، والايه؟ والسيرم انسولين، ممكن اف اس اتش وال اتش والتي اس اتش. خلاص؟ طيب احنا قلنا 9 هرمونز بيتطلب. انا هطلب كل حاجه يا عم الحاج؟ لا انا مش هطلب كل حاجه. انا عندي حاجات مهمه جدا ما ينفعش ما اطلبهاش. الفريو توتال تستوستيرون دول ما ينفعش وما اطلبهمش، ده رقم واحد. رقم اثنين الدايهيدروبروجستيرون سلفيت ما ينفعش وما اطلبوش. ال 17 هيدروكسي بروجستيرون ما ينفعش وما اطلبوش. واخيرا سيرم انسولين ما ينفعش وما اطلبوش. يبقى على الاقل 4 من 9 هطلبهم روتين. طيب لو انا برضو انا ليا نظره وانا فيزيشن، انا مش اله،
المريض مش قادر او لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومش قادره مش قادره. لا البلاد شوجر هو ممكن على فكره انسولين ريزيستنس ولسه ما حصلش دايبيتس فمش بلاد شوجر. انا عايز اعرف سيرم انسولين عالي ولا لا مش البلاد شوجر. طيب فانا لازم اكون رؤوف. يعني المريضه دي قدامي الهيستوري بتاع العيله كله يعني هيرشوتزم والدنيا واضح قوي وبتنطق انها فاميليال يعني مش لازم ان انا اطلب اكتر من الفري والتوتال تستيرون وابنورمال والسونوجرافي زي ما هنقول دلوقتي عشان عشان البي سي او. المريضه ثين قوي ومنفق والمريضه ثين قوي وعندها سنترال وبتاع لازم دماغي تروح لل17 هيدروكسيد بروجستيرون يبقى لازم يحط يعني اوبيز وكده صعب قوي ان انا الاقي عيانه سوبر رينال كوز وهي اوبيز تمام يعني عيانه سوبر رينال كوز وهي اوبيز ده صعب قوي ف ف ف فاستثني ساعتها 17 هيدروكسيد بروجستيرون ولان من الحاجات المهمه جدا 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 اطلب الفاسيلتي. احنا بنتحرك في قدر الفاسيلتي اللي عندنا فمش لازم يعني اكلف العيان قوي عشان يعمل لي حتى عشان ياخد الامور بجديه يعني تمام. طيب على مستوى الانفستيجيشن ايه الانفستيجيشن اللي مطلوب بدي زبط كده الالتراسونوجرافي عشان ايه عشان البي سي او والايفوريان كوزس. طيب جميل قوي في حاجه تانية ممكن تطلب بقى لو انا عايز يعني اعمل كل حاجه بقى لقيت العيان ده عنده تستيرون شوتي ولقيت او اللي عنده برينستيرون شوتي يبقى لازم يعمل لي سي تي وام ار. طبعا يعمل لي سي تي وام ار على البلفس وعلى الابدوم تمام مما لا شك فيه. ولكن لو الامور كويسه مش لازم اعمل سي تي والام ار. انا اللي بعمله في الانفستيجيشن رقم في الايمجينج رقم واحد الابدومينال سونوجرافي زائد او ناقص بقى السي تي والام ار. وده الحقيقه مش يعني مش مفهوم. يعني انا ما بطلبوش حقيقه ولا حد ما اعتقد انها بس لازم اكون عارف يعني. طيب يبقى احنا قلنا قلنا اكزامينيشن من الاول قلنا ديفينيشن قلنا السورس بتاع الاندروجينز بتاعتنا لازم بس عشان ناخد بالنا من السيكونس او تتابع الموضوع ابقى ماسك الخيط في ايدي كده رقم واحد. معلش انا بصدعكم يعني بس هو عشان نبقى ماسكين الخيط في ايدينا كورس تيرمينال هي في الاندروجين ديبندنت اري. لو زهقتوا قولوا لي انا ممكن يعني بس عشان ابقى مظبطين الامور. الكورس تيرمينال هي في الاندروجين ديبندنت اري جميل قوي. قلنا عندنا الاندروجين سوبر رينال واوفري وبريفرال كونفرجن تمام جميل جدا. ده السورس النورمال سورس. عندي ايتيولوجي عندي ايتيولوجي. طب الايتيولوجي بتاعي ايه؟ اكتر حاجه في اكتر من 20% من الاسباب هي الايه هي الكونستيتيوشنال. الكونستيتيوشنال دول عندنا ايه حاجه من ثلاثه يا اما اوفيريان ساها ادينال ساها فاميليال ساها. الاوفيريان والادينال الاوفيريان الفيتسيون بيبقى عليه شويه والادينال ساها بيبقى الدايهيدروجينستيرون صلفيت عليه شويه تمام. لكن الفاميليال ما بيبقاش فيه حاجه عاليه خلاص وبيبقى في الوش بس تمام. طيب الثاني حاجه الاندوكراينال كوزس. الاندوكراينال كوزس عندنا رقم واحد الاوفيريان رقم اثنين السوبرين. الاوفيريان هنا الفري والتوتال بيبقوا عاليين بالتستيرون والاوفيريا والسوبرين الدايهيدروجينستيرون سلفيت بيبقى عالي. العيان في الاوفيريان بيبقى اوبيز والديستريبيوشن بيبقى لاترال. العيان في السوبرين بيبقى ثين والديستريبيوشن بتاع الهير سنتر. الهايبركولاكتينيميا قلنا البروستين هيبقى عالي هيبقى عنده شويه مشاكل ثانيه بتاعه البيتيوتري ادينوما وده كله من بيبقى حاطينه تحت الاندوكراينال تمام. بالمناسبه عيان الهايبربلاكتينيميا ممكن يبقى سنترال او لاترال بس اكتر سنترال اكتر سوري لاترال زي الاوفري كده يعني اكتر لاترال زي الاوفري كده تمام. طيب تاني حاجه رابع حاجه الثايرويد الهايبو والهايبرثايرويدز وما تقولش لا انا مش عامل ثايرويد. السب كلينيكال ثايرويد الحقيقه ان السب كلينيكال ثايرويد ده انت ممكن الوحيد اللي تكتشفه بالهيرث يود بيشنت تمام. طيب يبقى احنا كنا قلنا كونستيتيوشنال وقلنا اندوكراين في الايتروجينيك ده بياخد دواء من بره خلاص عمل له المشكله. طيب اكتوبيك عندها بارانيوبلازم بس ده اكيد يعني هيبقى انت ممكن تكتشف اول واحد دي حقيقه يعني انت ممكن تكتشف اول واحد ان ده بارانيوبلازم بلاستيك بس امتى؟ سادن فيفر لايزنج سيمتومز
sudden sorry في other symptoms other signs بتاعت التيومر كل الانفستيجيشن الثانيه نورمال. فساعتها ان انا لما بشوف بقى الاقي العين دي عندها اكسس في الاس تي اتش ده في حاله الكارسينويد والبالمونري او عندها السيرم او عندها other paraneoplastic tumors. طيب رقم خمسة الهيباتيك والايه والاوبيس اللي هو رقم ستة الاوبيس اللي هم عندهم انكريس في البيرفرال كونفرجن تمام. والهيباتيك دول خصوصا الالكوهوليك هيباتايتس. حلو. طيب الانفستيجيشن اللي بطلبها ايه؟ رقم واحد هطلب اندروجين. ايه في الاندروجين؟ سيرم تستوستيرون فري وتوتال اكتر من 200 مايكروغرام بير دي سي ليتر. ده افكر في خصوصا لما اكون شوتي يعني ده افكر في التيومر. طيب عالي شويه مفكر في البي سي او او الكونستيتيوشنال. علي اكتر الهايبرتيكوزيس خصوصا مع الايج المتقدم في العمر. طيب الداي هيدروبندوستيرون سلفيت ده بتاع السوبرين لازم اعمله من الاول. ال17 هيدروكسي بروجستيرون من 3 ل 5 يوم في المنسز ولو سمحت اعمله 9 مساء. ودي بعد كده اس تي اتش 250 وحده وقيسه تاني لو اكتر من 1000 يبقى العيانه دي عندها ليت اونست ادرينال هايبربليزيا وانت اول واحد بتشخصها. طيب جميل جدا. ما تنساش بالمناسبه ما تنساش تشوف الاكني تشوف الشعر تشوف الاكنسوزس. ما تنساش. طيب ايه تاني قلنا تي اس اتش اطلب التي اس اتش من فضلك عشان تشوف اللي هي السبكلينيكال ثايرويد سيرم كورتيزول اف اس اتش وال ال اتش سيرم برولاكتين والايه وما تنساش السيرم انسولين. يبقى البيوير من السيرم انسولين بص على الاندروجينيك الويش الحاجات يعني بتاعه السا سيندروم وبتاعه الانسولين ريزيستنس دي مهمه قوي قوي. نعالج ازاي المريض ده؟ نعالج الهيرسيوت بيشنت ازاي؟ مبدئيا كده بقى زي ما احنا قلنا اي شعر مضايق ست الحقيقه بيبقى هيرسيوت في نظرها وفي نظرنا المفروض وانا بتعامل معاها. ولكن انا فيزيشن الهيرسيوت بيشنت او الديفينيشن الميديكال بتاعه مش هيتغير. اللي هو ايه؟ الهيرسيوت بيشنت الديفينيشن الميديكال بتاعه مش هيتغير. اللي هو ايه؟ اللي هو مريض عنده كورس تيرمينال هير في الاندروجين ايه ديبندنت ايج. مريض عنده كورس تيرمينال هير مريضه سوري عنده كورس تيرمينال هير في الاندروجين ديبندنت ايج دي تبقى هيرسيوت. لازم اعمل انفستيجيشن بتاعتي وعلى هذا الاساس ابتدي اعالج. طيب اول حاجه في العلاج تريتمنت اوف اندرلاين كوز. يعني والله بتاخدي دواء بطل ليها اهو لو في مالينجنت تيومر ريفير لي بتاع نساء او الانكولوجي وتعالج. لو في انت ما انت بتشخص لو في عندها بي سي او هيبقى بالتنسيق انت يعني بالتنسيق معاك انت والدكتور النساء بتشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. لو في هايبركولاكتينيميا بتعالج. لو في سب كلينيكال ثايرويد بتعالج. تمام. فدي حاجات معينه مهمه جدا في اول حاجه. يبقى بادئ زبيت بشخص كويس اخد هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن. تاني حاجه اعالج. طيب احنا قلنا هنعالج ازاي. اول حاجه في العلاج اعالج الكوز. تاني حاجه اندرون بلوكرز او الايه او الانتي اندروجين. تالت حاجه كوزموتيك تريتمنت. يبقى هنعالج الكوز لو موجود كوزموتيك تريتمنت اللي هنقوله دلوقتي والايه والبلوكج بتاع الاندروجينز او الاندروجين ريسبتور ايه بلوكر. طيب عشان نخلص من جزء الكوزموتيك ريسبتور يعني ايه بقى البليتشنج والابيليشن والكلام ده كله. لو الموضوع مش مضايق يا ماما والله انت عندك بي سي او انا طب انا مخلفه يا ابني وجايبه وعامله ومسويه والموضوع مش فارق معايا. طيب خلاص بعد اذن حضرتك خلاص الوسيله اللي تريحك اعملي بيها انت مفيش فيه مشكله ومش هيضرك في حاجه. عايز اعالج بقى لو عندها اندروجينز عاليه اوكي ما عندهاش خلاص. طيب عينه بي سي او اندروجينز مش عاليه ده موجود ان البي سي او والاندروجينز مش عالي. طيب عينه دي كونستيتيوشنال مش فارق معايا هرموناتها كمان مش عاليه. طيب خلاص يا ماما عايزه تعملي ابيليشن وبليتشنج ليجنت خلاص الالكتروس بتاع سمان ده ماشي. الليزر هير ريموفل. الليزر هير ريموفل مفيش حاجه اسمها ليزر ريموفل زي ما احنا عارفين طبعا هو الايه الليزر هير ريدكشن. ولو سمحت فاهم العيان عشان وقعت في قرابيزك فهمه انه ليزر هير ريدكشن. اصل انا سمعت واصل انا فوتت واصل مين حكالي وقلبت عملته. لازم تفهم يا ماما احنا بنقلل كثافه الشعر. يا ماما احنا بنخلي الشعر ده ما من خشن الشعر ناعم وكل ست شهور هتعملي بعد كده بعد ما تخلص الجلسات بتاعتنا. مفيش حاجه اسمها كان فيه خلص مفيش سحر. تمام. طيب انا عندي الانديايد والديود والالكسندرايت ليزر دول ثلاثه ليزر بستخدمهم في الليزر هير ريموفل. دول ليزر والاي بي ال سريعا كده يعني طبعا انتوا عارفين فكره بقى الفكره بتاعه
الليزر هير ريموفال او الـ او الـ يعني ممكن يبقى في مره تانية نتكلم عنها باستفاضه قوي 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 فكره الليزر هير ريموفال. بس احنا سريعا كده هنتكلم على ثلاثه ايشوز النهارده. هنقول الكوزموتيك والتريتمنت بتاع الاندروجينز والكوزموتيك والتريتمنت والزكوز. فالكوزموتيك قلنا الليزر هير ريموفال. الليزر هير ريموفال عندنا يا اما دايود يا اما اندياج يا اما ايه يا اما الكسندرايت. ما تعملش ليزر لما تعمل الهرمون. ما تعملش ليزر الا ما تعمل الهرمون. وافهم المريضه طبيعه الليزر. ما تعملش ليزر للبريجننت وومن. ما تعملش ليزر للبريجننت وومن. مش يعني مش بروفد يعني, بس ما تعملش ليزر للبريجننت وومن. اي حاجه هتحصل انت شايلها. ما تعملش ليزر للبريجننت وومن. الليزر مش سحر. لازم اعرف المريضه الموضوع ده. عندي الدايود الالكسندرايت الاندياج كورس تيرمينال الاندياج ذا بيست اوف ذا بيست. المريض طبعا بيتحسن مره على الثانيه, الشعر بينعم شويه وبيخف ولونه بيفتح, فبحوله للالكسندرايت او الديود زي ما عندي بقى. تمام, بعمل في الاغلب الاول من 6 ل 8 جلسات يعني, وبعد كده اخلي بقى ايه المريضه كل 4 او 5 شهور تجيلي مره او ثلاث زي ما الشعر يطلع يعني. طبعا انتوا عارفين الشعر ده ما يتشالش, ما يحصلش يعني حاجه بتشيل الفوليكل يعني, ما يعملش ابيليشن, ما يعملش سوري فاتلا, ما تعملش سويت, ما تعملش واكس طول فتره العلاج بتاعه الليزر هير. معقول من 6 ل 8 جلسات. والاندياج ده كويس قوي للسكن تايب بتاعنا اللي هو من 4 ل 5, ده الاندياج جهاز كويس قوي ليه عشان اللونج بالص بتاعته اللي هي ال 10 64. الالكسندرايت جهاز مفضل للفاين هير شويه. تمام, الدايود كذلك مفضل الى حد ما للميد واي او الفاين هير. من 6 ل 8 جلسات بين كل جلسه والثانيه, من شهر لشهر ونص ايفن حتى شهرين. المريض بيسيب الشعر ما يجيش ناحيته خالص, ده يستحسن. اختيار الجهاز اختيار مهم جدا, مش عشان عندي جهاز ده هشتغل بالشعر يعني. انا ما ينفعش اي بي ال اعمل بيه هايبر هيرشوتيزم في الفيس, مستحيل الشعر الثيك اللي هو بتاع التشين ده هعمله بالاي بي ال يعني, صعب قوي بالالكسندرايت برضه. تمام, يعني الحاجات دي اسيبها للفاين هير او للهايبر تراكوزيس العادي سواء الالكسندرايت او الايه او الاي بي ال. نخش بقى على الجزء الايه الميديكال بتاعنا. افهم المريض ايه, مفيش سحر في علاجي, انا باخد العلاج لفتره معينه واعمل ريست وممكن ارجع اكمل. لو المريض مش عايزها مش هتحمل او 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 ممكن اخده مدى الحياه, بس انا بعمل ريجوليشن بالانفستيجيشن اريحها فتره وارجع ادهولها تاني وهكذا. افهمها ان العادي انت ما عندكيش مرض لو انت متقبله شكل الشعر والمدوم اتس اوكي, مش لازم تاخدي علاج ولا تعملي ليزر حتى, ما شقش عليها. اول حاجه في العلاج بتاعتنا لو سمحت يا مدام او يا حاجه او يا نسا, خسي, لازم تخسي. الخسسان ده نص العلاج بتاعنا, الخسسات نص العلاج بتاعنا. طيب جميل قوي. اول حاجه في الانتي اندروجينيك, اول حاجه عندنا سوري في الدراجز الاورال كونتراسبتيف. انا هقول دلوقتي لو اوفرين نديله ايه لو رادين نديله ايه, بس احنا اول حاجه عندنا الايه الاورال كونتراسبتيف. الاورال كونتراسبتيف درج, ودي اشهر حاجه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في التريتمنت بتاع الهيرشوتيزم, انها بتقلل الجونادوتروبين سيكريشن وبتزود الليفل بتاع سكس هرمون بايندينج جلوبولين, وبتعمل انهيبيشن للادرينال اندروجين كمان, وبتعمل ايه سايكل ريجوليشن يعني بتشتغل على السايكل بتعمل لها ريجوليشن, بتقلل بتزود السكس هرمون بايندينج جلوبولين, وبتقلل الادرينال اندروجين كمان, وبتقلل الجونادوتروبين سيكريشن, وبالتالي هي محور التريتمنت بتاعنا الاورال كونتراسبتيف. زي بقى لوحدها او معاها حاجات زي مثلا الـ الـ الياسمين والجينيرا والسايكلوجينوفا والحاجات دي البرادوكتيكال هايبر. ماشي, مفيش مشكله عنينا دكتور دعاء. حاضر. الدكتور دعاء بتسال عن حاجه مهمه اللي هو البارادوكس البارادوكسيكال هايبر تراكوز اللي بيحصل بقى. عاده ده ممكن يبقى ايديوباثيك او العيانين بيستعملوا تلج كتير او ساعات الصب اوبتيمال البارامترز اللي بستخدمها بتعمل لنا ابعد عن الشعر اللي فوق يعني ده ابعد عن الشعر اللي فوق وانت بتستخدم الليزر, لان ده هيديك بارادوكس في الاغلب يعني. فاين هير بيزود فكره ان فاين هير, وبشتغل بحاجات بتشغل بانديج مثلا ممكن يعمل لي بارادوكس. ممكن كمان ايديوباسيك, ممكن التلج اللي بعمله ده كمان بيعمل السب اوبتيمال دوز. تمام, يعني انا عن نفسي مثلا لو انا بشتغل في حته ببقى قدر المستطاع مداري الحته الثانيه يعني. لو انا بشتغل في منطقه مثلا 10 سم بشتغل فيها وبداري الجزء الثاني مثلا بتانج ديبريسور او كده عشان اتجنب موضوع التلج. نعالجه ازاي لو حصل ليزر؟
هتعجي بقى بالالكسندراي بقى تعجي حاجه الفاين هير يعني اي بي ال ولازم ده اه تعجي بالاي بي ال مش حل تاني بقى ممكن تديها يعني الافيوتيزم بقى والحاجات اللي هي بتاعه التوبيك اللي بس تعجيها بالاي بي ال او بال او بال بال بالالكسندراي تمام. طيب يبقى قلنا الاورال كونتراسيبتيف بتقلل جوناتروبين سكريشن بتزود سكس هرمون جلوبين بتعمل بتقلل بتزود بتقلل سوري الادرينال انجن وبتعمل ايه منستر ولا ريجوليشن. تاني واحد تاني واحد السبايرولاكتون. السبايرولاكتون ده بقى حاجه عظيمه قوي. السبايرولاكتون ده بيشتغل ازاي؟ انتوا عارفينه اصلا اللي هو الالدكتون. الالدكتون ده اللي هو ال 125 عاد فيه 25 اعتقد دلوقتي فيه 150 في السوق تمام اللي هو الايه السبايرولاكتون تمام لمدة بسيطة دكتورة هبة يعني قدر المستطاع لمدة بسيطة قبل وبعد يعني يعني ما تزيدش عن دقيقتين أو حاجة زي كده تمام. والأحسن من التلج بقى الاير كولينج والكلام ده أحسن من التلج كمان. دقيقتين قبل أو دقيقتين بعد بيبقى كافي قوي. واختيار البارامتر المظبوط دي كمان أهم من التلج. اختيار البارامتر المظبوط ده كمان بي 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 يعني ما بدأش سب أوبتيمال. لما بدأ سب أوبتيمال دايما بنشوف البارادوكس هايبر تايكول ده في السب أوبتيمال تمام. طيب وكمان يا دكتور هبه يعني قدر المستطاع تداري الجزء اللي انت مش بتشتغلي فيه وانت شغاله ده قدر المستطاع على قد ما تقدري طبعا يعني. ولو طلع ما يجرش حاجه يعني الاي بي ال السبايرولاكتون ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بيعمل انهيبيشن لحاجه اسمها 5 الفا ريكتيز. بالمناسبه احنا قلنا ال 5 الفا ريكتيز ده بيجي يشتغل على ايه؟ بيشتغل على التستوستيرون على الاندروجين ريسبتور يحوله دايهيدروجينستيرون الدايهيدروجينستيرون سوري اللي هو عنده اندروجينيك افكت عالي قوي تمام. وبالتالي انا لو سمحتوا السبايرولاكتون ده حلو جدا 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 في الاند اورجان هايبر سنسيتيفيتي حلو جدا 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 في الاندروجينيك الريتش حلو جدا 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 في الاكني خصوصا الاندوكراينال بين قوسين الاندوكراينال. يبقى 5 الفا ريكتيز انهيبيتور اندروجين ريسبتور بلوكر بروجسترونيك افكت يعني ساعات مبلو بروجسترون لايك اكشن تمام وبيقلل الاوفيريان انجل يبقى بيشتغل بحاجه بيقلل الاوفيريان انجل بروجسترونيك لايك اكشن لان في حاجه شبه كده زي هنقول طلع منها اسمها دروزبرينون تمام. والتالت حاجه ان هو بيعمل اندروجين ريسبتور بلوكر ورابع حاجه ان هو 5 الفا ريدكتيز ايه انهبيتور. طيب الجرعه بتاعته ايه؟ الجرعه بتاعته من 50 ل 200 ملي جرام بير دي. طيب يعني انت هنبتدي ازاي؟ هنبتدي 200 ملي جرام مره واحده انا هجيله سنكو. المريض ده بتاخد قرص على الري نص قرص الاول او ربع قرص حتى وازود ربع قرص كل اسبوع لحد ما اوصل للديزايرد افكت اوصل اللي هو من 100 ل 200 ملي جرام. وكل ما الوزن يعلي يزيد كل ما بزود الجره تمام. خد بالك لازم ابطله على الاقل اسبوعين من الحمل هيعمل ايه ميل فيتاس هيعمل ايه فيمينايزيشن خلاص. ده رقم واحد. رقم اتنين ما تبدأوش مرة واحدة. رقم تلاتة مفيد قوي في حالات الاندو اورجان هايبر سنسيتيفيتي. رقم اربعة هو مونوثيرابي او مع حاجات تانية زي الايه زي الاورال كونتراسيبتيف فعال جدا 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 في الاندروجينيك الوبيشيا خصوصا لو انت مش عايز تدي فينسترايد. طيب بيشتغل ازاي؟ انهبيتور 5 الفا ريدكتيز اندروجين ريسبتور بلوكر لو بروجسترونيك افكت تمام وبيقلل الاوفيريان اندروجين خلاص. وممكن اديه في فكره احنا يعني اكتر مريض بيكتب بنكتب فيه السبايرولاكتون هو الايه ال يعني هو مش حكايه افضل هو حسب الجهاز عندك ايه وحسب الشعر نوعه ايه يعني. في دكتوره او بتسال هايبر في الاي بي ال احسن في الليزر من هايبر تريكوز. هو الحقيقه الاي بي ال مشاكله يعني ارخص وفي الفاين هير بيبقى فعال جدا خصوصا في الهير بتاع السكن ونتائجه رائعه جدا وتكاد تكون احسن ومقاربه للليزر. ما هو انت مش معقوله تشتغلي اندياج مثلا لو انت عندك جهاز اندياج ما انت مش هتعملي اندياج للليزر هي. الدايود برضو يعني في اجهزه دايود معينه بالسوفت مود والكلام ده بيشتغل على الفاين هير. الالكسندرايت ها بيشتغل على الفاين هير لكن اندياج مستحيل. نتائج انهي احسن؟ لا الالكسندرايت ساعات في بعض اجهزه الالكسندرايت نتائجها اعلى من الاي بي ال الحقيقه تمام. ولو انه الاي بي ال نتائجه كويسه جدا ورائعه جدا واقدر وانا عن نفسي بقى ميل الفاين هير بتاع الجسم. طيب بمناسبه السبايرولاكتون خد بالك لان هو بيعمل ايه الحاجات بقى بوليوريا هايبوتنشن سينكوب فاتيج بريست سندرنس دراي سكن حاجه مهمه قوي الالكترولايت. انا بمشي المريض على سنه ويمكن ازيد لازم كل 3 4 شهور اعمل له ايه سيرم ايه
بوتاسيوم، اعمل له ايه؟ سيرم بوتاسيوم. مهم جدا 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 ان انا اعمل سيرم بوتاسيوم. المريض ده بيمشي سنه او اكتر، كل 3 4 شهور انا اعمل له سيرم بوتاسيوم ونشوف الاخبار ايه. المريض ده لو عايز يحمل بطله، لو سمحت بطله قبل ما تحمل، بطليه قبل ما تحمليه، قبل ما تحملي بحوالي مثلا اسبوعين او شهر على الاقل. تمام. طيب في حاجه بقى احنا كلنا عارفينها، السيبروترون استيت. طب هو السيبروترون استيت ده بقى هو عباره عن بروجسترينك ديريفاتيف، تمام، ولو انتي اندروجينيك افكت. خلاص بروجسترينك ديريفاتيف ليزر المنزلي. كان في سؤال على جهاز الليزر المنزلي، الحقيقه هو للاسف بتجيب نتيجه يعني، بس طبعا لحد ما، وعلى فكره مش غاليه كمان يعني، ونتائجها مقربه قوي قوي قوي، هي اي بي ال معظمها، مفيش يعني مش ليزر ليزر يعني، وللاسف هي بتجيب نتائج بتجيب نتائج معقوله جدا وكويسه يعني. تمام. طيب انتوا معايا يا جماعه؟ الصوت واصل؟ الصوت واصل يا شباب؟ طيب حد ما تردوا عليا. التريتمنت عندنا اللي قلنا، احنا كنا قلنا ايه؟ قلنا في التريتمنت هنعالج الكوز، هنعالج هندي كوزموتيك تريتمنت، هنعالج الكوز هندي كوزموتيك تريتمنت، هندي انتي اندروجينز. اول حاجه في الانتي اندروجينز اورال كونتراسيبتيف، وهي اشهر حاجه، وقلنا بتشتغل ازاي. تاني حاجه قلنا سيبروترون استيت هو بروجسترينك ديريفاتيف، البروجسترينك ديريفاتيف ولو انتي اندروجينيك افكت، واندروجين ريسبتور ايه بلوكر كمان. تمام. طيب اوكي يا دكتور انيس مرسي. هو بروجسترونيك ديريفاتيف لو انتي اندروجينيك افكت. ماشي يا دكتور ايهاب، شكرا. السيبروترون اسيتيت الحقيقه فيه مشكله بقى، ان السيبروترون اسيتيت ده بيعمل ايه؟ تستيكولار فيمينايزيشن في الـ في الـ في الـ في الميل فيتس، في الميل فيتس، فاحنا بنخاف منه قوي، المريضه تحمل عليه وبتاع، فهم بقى مشاكرين عملوا لنا الايه، عملوا لنا الكومباينيشن بتاع التستيكولار السيبروترون اسيتيت مع اسنايل استراديول كاورال كونتراسيبتيف. تمام. وبالتالي تقدر تاخد المريض الى حد ما سيف يعني، انتش قلقان قوي لان انت هي بتاخد اورال كونتراسيبتيف، ولو ان انا بادفايس انها تحط اي او دي او 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 واتيفر او حاجه يعني عشان انت تكون في الامان يعني. سيبروترون اسيتيت والسنايل استراديول هم موجودين في كومبانيشن. سيبروترون اسيتيت لوحده كان زمان اسمه الاندروكيور، وده كان بيبقى حوالي 2 ملي جرام. لما عملوا معاه الكومبانيشن بتاع الاسترانيل استراديول سموه الايه؟ الداين. واكيد كلنا بنكتب الداين. طبعا الداين ده ما عادش موجود دلوقتي، ولو موجود بيبقى سوق سودا وسعره في السماء، فدي مشكله كبيره قوي. سيبروترون ده رائع، بس مشكلته مشكله كل الحاجات الثانيه، البريست تندرنس والبليدنج الابنورمال منسز وخلافه. ويبقى تاني عشان الحته بتاعت لما النت قطع، احنا قلنا انتي اندروجينز، قلنا اورال كونتراسيبتيف، ودخلنا بعد كده على الايه؟ على السبايرونولاكتون. تمام. وبعد كده دخلنا على الايه؟ وبعد كده دخلنا على الايه؟ السيبروترون اسيتيت. السيبروترون اسيتيت ده بروجستيرونيك ديريفاتيف لو انتي اندروجينيك افكت. تمام. كان زمان هو لوحده 2 ملي جرام، بس بقى دلوقتي معاه الديان اللي هو معاه الاسنال استراديول. الديان ده بيتاخد من 5 يوم في الدوره او في البيريود، ويخلي المريضه تكمل عليه لحد نهايه الشريط، وتريح لها رايح 5 ايام وترجع تستكمل تاني. تمام. يبقى تاني باخده من 5 يوم في البيريود وحتى نهايه الشريط، وتريح 5 ايام وترجع تستكمله. لما بعمل كومباينيشن مع الالدكتون خصوصا في حاله الاو سي بي بيعمل الحقيقه نتائج رائعه. الاسنال استراديول هنا بينظم لي البيريود وانتي اندروجينيك افكت، والبروجسترينك ديريفاتيف هنا بتعمل لي الايه؟ الاندروجين ريسبتور بلوكر اكتيفيتي. في دكتوره بتقول السبايرونولاكتون. طيب السبايرونولاكتون ده ايه؟ احنا قلنا السبايرونولاكتون ده اللي هو الالدكتون له 5 الفا ريكتيز انهيبيتور واندروجين ريسبتور بلوكر، وبيعمل انتي اندروجينيك افكت. باخده بجرعه من 50 ل 200 ملي جرام، بعمل انكريز اب للجرعه، وبتابع بحاجات، بتابع بالسيروم الكترولايت خصوصا البوتاسيوم كل 3 شهور. تمام. طيب
السيربيتورون أسيتات زي ما قلنا اليوم الخامس وحتى نهاية البيريود، وبعد كده بريح المريض خمس أيام ويرجع يكمله. المريض هنا بيجيت البنفيت بتاعة السيبروترون والإيه والإسنايل إسترا دايبر. طيب السيبروترون أسيتات طبعا للأسف الشديد بيعمل ويت جين، بيعمل فتيج، وبيعمل أبنورمال منس الساعات بيستر تندرنس. ما تدوش اللي عندهم هيستوري بتوع ثرومبو امبوليزم لو سمحت، او الدي في تي او كده. ما تدوش لواحده هتحمل او ناوي تحمل او بتحمل او حامل، تمام. ما تدوش مع السموكينج او الانكريز الاي جي قوي يعني، تمام. طيب عشان السنايل استرا دول طبعا والايوندوميتريا كارسينوما وخلافه. طيب في حاجات بتشتغل على 5000 ريدكتيز. احنا قلنا 5000 ريدكتيز ده اللي هو على ايه؟ موجود في الاندروجين ريسبتورز، بيحاول تستستيرون للهايدراي هايدرو تستستيرون اللي هو مور بوتنت تحتها 1000 خط، تمام. طيب في حاجات بتقفل السكه دي. السبيرولاكتون لو اكشن عليها الحقيقه، وحقيقه برضو السيبوترون استيت بيشتغل عليه، لكن في حاجات مخصوص لل 5000 ريدكتيز اللي هم حاجتين، الفينسترايد والدوديسترايد. تكونوا هنا عارفين الفينسترايد. الفينسترايد ده اللي هو ايه؟ الفينسترايد ده هو 5000 ريدكتيز انهيبيتور، و من عارفين واحنا بناخده في البروستاتيك كارسينوما وما شابه، تمام. والبروستاتيك هايبربليزيا. يعني الفينسترايد مشكلته بقى في ايه؟ ان هو بيعمل ستيكولار فيمينايزيشن في الميل فيتس بنسبه 100%. فالحقيقه المريضه دي لازم 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 تبطله قبل البريجنسي على الاقل 1 مانث. الايفكت بتاعه خصوصا مع الالدكتون او مع السيبروترون استيت بيبقى مارفلس جدا في حالات الاوفيريان بي سي او او الهايبرثيكوزيس او حتى الكونستيتيوشنال. بالمناسبه لو مريض نورمال الهرمونات بتاعتها، اديها هرمونال ثيرابي ولا لا؟ اديها هرمونال ثيرابي ولا لا؟ اديها. اديها على الاقل اندروجين ريسبتور بلوكر، اديها السبيرولاكتون او اديها الفينسترايد، تمام. طيب الفينسترايد الجرعه بتاعته هو عشان يبقى في الصوره يعني هو اف دي ابروفد لايه؟ 5 ملي جرام للبروستاتيك هايبربليزيا او كارسينوما، واف دي ابروفد في الميل اندروجينيك الوبيشيا 1 ملي جرام في اليوم، واف دي ابروفد للفيميل اندروجينيك الوبيشيا 2.5 ملي جرام في اليوم. في الفيميل انا بديه على الاقل في حالات الهيرسيوت بديه على الاقل 5 ملي جرام في اليوم، او من 3 ل 5 ملي جرام في اليوم، بديه من 8 شهور ل 12 شهر. مشكلته ما تحملش او هتحمل او ناوي تحمل خلال شهر عشان التراتوجينيك افكت. هو في ميزه بقى ان هو الكومبليكيشن اللي احنا بقى الويت جين والثرومبوبليزو جامده قليله شويه مع الفينسترايد، عكس الايه الحاجات التانية اور كونتراسيبتيف. اخوه التاني بقى اللي هو دولاسترايد بتاع الميزو اللي هو موجود في الميزو ثيرابي اللي بيتحقن انتردرمال بتاع الميزو ثيرابي، تخيلوا مور بوتنت بنسبه كبيره جدا 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 توصل ل 100 تايمز عن الايه عن الفينسترايد، بس مشاكله اكتر. والحقيقه ان هو بيفضل في السيرم مده تقدر ما بين 6 شهور لسنتين بيفضل في السيرم، فدي مشكلته. خصوصا يعني ناخد بالنا شويه احنا بنحلو انتردرمال للناس اللي خصوصا اللي هي مقبله على الزواج، لان ساعات ممكن وحتى انتردرمال بس ممكن يديتكتيف السيرم لحد سنتين بعدها، ودي هتبقى ذنبه في رقبتك يعني، تمام. طيب في حاجه اسمها فلوتامايد. الفلوتامايد ده اندروجين ريسبتور بلوكر وبيعمل انهيبيشن للايه للاندروجين ريابتيك. الفلوتامايد ده اندروجين ريسبتور بلوكر وبيعمل انهيبيشن للاندروجين ريابتيك، بيتاخد من 125 ل 250 ملي جرام. على فكره هو موجود يعني، تمام، بس هم بيكتبوه كمان في حاجات تبع المالجنسي والانكولوجي وكده، بس بيعمل توكسيك فيتال هيباتايتس. فطبعا ما حدش فينا هيكتبه في هرسيوت توكسيك فيتال هيباتايتس، حاجه طبعا انا مش هقول انا عليك هرسيوت وابقى شاكك وقلقان من التوكسيك هيباتايتس او شاكك او الايديوسينكراسي اللي ممكن بيعملها الفلوتامايد، فما فيش حد فينا بيكتب الايه الفلوتامايد تاني. يبقى احنا قلنا في علاج الهيرشوتزم، اول حاجه في علاج الهيرشوتزم كوزموتيك تريتمنت او تريتمنت اوف ذا كوز او انتي اندروجين. في الانتي اندروجينز ما اول حاجه قلناها الاورال كونتراسيبتيف، بتعمل انهيبيشن للادرينال اندروجين والاوفيريان اندروجين واندروجين ريسبتور بلوكر اكتيفيتي. تاني حاجه قلنا السبايرونولاكتون، السبايرونولاكتون دكتور مصطفى لسه هنقول على التوبيكال تريتمنت لسه ما خلصتش.
السبايرونولاكتون ال 17 ده بيعمل ايه؟ السبايرونولاكتون بيشتغل على الادرينال اندروجين والاوفيريان اندروجين اندروجين ريسبتور بلوكر وانهيبيت ال 5 الفا ريداكتيز انزايم. بديه من 50 ل 200 ملي جرام، بعمل بيلدينج قبل الدوز. خد بالك ان كل 3 او 4 شهور او ممكن كل شهرين بعمل الالكترولايت، بعمل سيرم بوتاسيوم على الاقل. اخد بالك عندما ما تكونش هتحمل او حامل او بتاخد دواء وهي او ناويه تحمل او بتعمل اي في اف او مشابه وهي ايه بتاخد السبايرونولاكتون او السيبروتون اسيتات او الفلوتاميد او الايه الفينسترايد. طيب نقلنا بعد كده على حاجه اسمها سيبروتون اسيتات. سيبروتون اسيتات ده بروجسترينك سينثيتك بروجسترينك ديريفاتيف، له انتي اندروجينيك افكت واندروجين ريسبتور بلوكر، وبيعمل انهيبيشن برده للخمسة الفا ريداكتيز. مفعوله رائع جدا لو كان وحده، بخاف من التستيكولار فيمينيزيشن لو العينه حملت وهي بتاخده، فدخله مع الاستنال الاستراديول بقى اسمه دايان، مش موجود للاسف شديد. سعره بقى لو جه جسم اسوده بقى سعره عالي جدا، بيتاخد من 5 يوم في الدوره وحتى نهايه الشريط. الدايان الاندروكيور زمان كنا بنديه من رابع يوم في الدوره وحتى اليوم ال 14 تمام، لكن اللي موجود دلوقتي اللي هو الدايان اللي المفروض موجود للاسف ما بنلاقيهوش. فمن دي من 5 يوم وحتى نهاية الشريط، وبتريح المريضة وبترجع تكمله تاني. طيب النقطة اللي بعد كده قلنا الفينسترايد ده 5000 ريداكتيز انهيبيتور، رائع جدا، مشاكله مش كتير زي التاني، بس انا عندي مشكلة فيه التستيكولار فيمينيزيشن، لازم ابطله على الاقل شهر. اخوه او ابن عمه ديودسترايد بيقعد ديتكتيف في السيرة ممكن من وللاسف الشديد ان المشاكل بتاعتهم كتيره. اسامي الفينسترايد ده في السوق، في البرو هير او النوبيشيا، وفي البروسكار ده بس هو اللي هو ال 5 مللي جرام اللي هو البروسكار تمام. طيب في حاجه غاليه شويه اسمها جونادوتروفين ريليزنج هرمون اجونيستس. جونادوتروفين ريليزنج هرمون ده بيشتغل بقى على الايه، على الاكس من فوق كده، بيتيوتري اوفيريان فانكشن، بيعمل انهيبيشن للاوفيريان والايه والاندروجين سيكريشن. مي الجونادوتروفين ريليزنج هرمون اجونست ده بيعمل ايه؟ بيشتغل على الاكس من فوق. مشكلته ان هو غالي قوي. اللوبروليد اسيتات 3.75 ده بيتاخد كل 4 اسابيع وغالي جدا يعني فطبعا طبعا الافكت بتاعه اعلى ويعني بياخد الموضوع من بابه وتقريبا كونتر انديكيشن اقل، ولو ان طبعا انا بخاف منه لان هو ملوش انتي اندروجينيك افكت يعني تقريبا، وبيشتغل على الاكس من فوق. بخاف منه من الايه سوري مش بخاف منه، سعره بيبقى عالي قوي. يبقى الليبروليد اسيتات 3.75 كل 28 يوم لمده 6 سايكلز، ولكن ايه مشكلته كلها معانا ان هو غالي. طيب في ليت اوتوس الادرينال بليزي هعمل ايه لو انا مريض ليت اوتوس شخص من ليت اوتوس؟ انا بالنسبه طبعا انا هبعت بتاع الاندوكرينولوجي وهنسق معاه وهيبقى العلاج بيني وبينه، ولكن انا لازم اكون عارف ان الحل بتاع الموضوع ده بيكمن في ايه. بيكمن ان انا الحل بتاع الموضوع ده بيكمن ان انا ادي للمريض دكسا ميسازون تابلت، بديله كل يوم بالليل لمده من 3 ل 6 شهور. وخد بالك ان الدلتا زون او الدكسا زون تابلت اللي بتاخد بالليل دي انا بديله تقريبا قرص واحد كل يوم بالليل لمده 3 ل 6 شهور. ده لما شخصه ان هو ليت اودرين اونست ادرينال هايبربليزي. لو عايز تديله بريدنيزولون بتديله من 7.5 ل 10 مللي جرام، يعني حوالي قرص ونص او قرصين لمده 3 ل 6 شهور. بعمل جرادوال ويزدرول بعد كده. على فكره احنا بنستخدم سيستميك ترويتورد بنفس الجرعه دي تقريبا في الصها سندروم، خصوصا في حالات الاكني تمام.
يبقى تاني احنا قلنا لما النت قطع وجه احنا قلنا حاجتين عشان الناس اللي فاتوا. قلنا الجوناتوفن ريليزنج هرمون اجونست زي الليوبرلايد اسيتات, وده بدي 3.75 ملي جرام كل اربع اسابيع تمام, وده بس فيه كوزز قوي 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 نوت ريسبوندنج بقى لان هو غالي قوي وغير ملوش سايد افكتس بس هو غالي قوي تمام. طيب قلنا بعد كده ان في حاجه اسمها ليت اونست هايبرليزيا عايز اعالجها, بستخدم الدكساميثازون سبريشن دوز بدي حوالي 7.5 ملي جرام كل يوم لمدة 3 شهور لست شهور, وبيبقى الافكت بتاعها رائع جدا. ممكن ادي البريدنيزولون ادي 7.5 ملي جرام ل 10 ملي جرام يوميا تمام. طيب الميتفورمين في حالات الميتفورمين او السيدوفاج وبديه من 500 ل 850 مره مرتين يوميا, ببتدي برده جرادولي امتى بقى في الميز بشكل عام, وبديه كمان في الهيران سيندروم, وممكن اديه في البي سي او تاني. الميتفورمين ده بستخدمه في الاوبيس بشكل عام, في الهيران سيندروم, في البوليسيستيك اوفري, النتائج بتاعته رائعه. طبعا هيران سيندروم لما في انسولين ريزيستنت ممكن الاقي الانسولين عالي, وبالتالي بدي الميتفورمين مع العلاج. انا عامه ندي تقريبا روتين في علاج الهيرشوتيزم ميتفورمين لان هو له انتي اندروجينيك افكت كمان. على فكره بنديه في الاكني برضو ونتائجه هايله جدا خصوصا في الاندوكراينال اكني او الليت اونست اكني تمام. طيب ده على مستوى سيستميك. يبقى احنا قلنا رقم واحد عالج الكوز, رقم اثنين كوزموتيك تريتمنت, رقم ثلاثة انتي اندروجين. قلنا الاورال كونتراسيبتيف جميله جدا. بالمناسبه في الاورال كونتراسيبتيف في حاجه اسمها دروسبرينون. الدروسبرينون ده انالوج من الـ من الـ من الـ من السبايرون لاكتون, وهو موجود مع الاسنال استراديول في اسم الياسمين في السوق, وبنستخدمه في علاج الليت اونست او الاندوكرينال اكني, وبنستخدمه كمان في الهيرشوتيزم. بس للاسف موضوع وبيتاخد بنفس جرعه الضيان. على فكره بيدي الالدكتون زي جرعه الضيان برضه اللي هو من 5 يوم في الدوره حتى نهايه الشتويت رايح 5 ايام. يخليه لو بتدي الالدكتون والضيان تمشي الاثنين مع بعض بنفس الطريقه. في مشكله عندي بتبقى في ايه, في الـ في الـ في الـ في الـ المشكله اللي بتبقى بتواجهني في الياسمين, مشكله ان هو ساعات بيعمل بريستندرنس واوفر ويت. دكتور الميتفورمين برضه من 8 ل 12 شهر, بس انا بقول لحضرتك هو مكتوب من 8 ل 12 شهر, بس انا بقول لحضرتك ان احنا ممكن نستخدمه في اللايف في السيدوفاج طالما ما فيش كونترا انديكيشن ليه, ممكن استخدمه في اللايف. هو ساعات يعمل لي اي جي اي تي ابسيت في الاول, عيانه ما تش قادره يعمل لها نوزيا فومتنج, يعمل لها جاسترايتس, هي دي مشاكله في الاول تمام. لكن هو بقى رائع جدا خصوصا في الحالات اللي فيها ويت جين تمام. الحالات اللي فيها ويت جين بيبقى رائع جدا ان انا استخدم ايه الاوفر ويت, سوري بستخدم الميتفورمين. يبقى اوفر ويت او الكانسوزيس او الـ 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 لو في اندوكرينال او ليت اونست اكني بستخدم فيها الايه الميتفورمين. طيب زي ما اقول لكم الدروسبرينون زي ما كنا بنقول دلوقتي مشكلته كمان البليدنج اللي بيعمله, انا شفته كتير عامه من الياسمين, وهو مش موجود برضه وغالي, ويعني ولو موجود بيبقى موجود سوق سودا وغالي جدا تمام. طيب اتكلمنا بعد كده تحت امرك يا فندم, اتكلمنا بعد كده على الدكتور لا احسن اقول حضرتك استخدم ادي الاسبانيول لاكتون زي ما بتدي الضيان. طيب نتكلم بعد كده على الحاجات اللي هم الخمسه الفا ريكتاز انهيبيتورز اللي هو الفلوتامايد والدستيرايد. وقلنا الفلوتامايد ده اف دي ابروفد 1 ملي جرام في الرجاله في الاندروجينيك الابيشيا, و2.5 في الستات, و5 ملي جرام في البروستات الكارسينوما. بدي هنا 5 ملي جرام بس بديه عادي طول الشهر, وبديه من 6 ل 8 شهور, ما تحملش اثناء او بعد, او تدي فرصه لمده شهر ما تحملش وهي بتاخده. مشاكله قليله بوتنت قوي خصوصا لو اديته مع الانواع الثانيه. الفلوتامايد نفس الكلام. طيب ال قلنا كمان السيبروترون اسيتات وقد ايه هو فعال جدا والميكانيزم في اكشن بتاعه عالي جدا, ولكن مشكلته طبعا في التستيكولار فيمينايزيشن من 5 يوم وحق في الدوره وحتى نهايه الشريط. ويكرر لي برده نفس الكلام من 9 ل 12 شهر, يعني كلهم في الافريج بيبقوا من 9 ل 12 شهر يزيد او يقل يعني تمام. وبريح شويه ممكن ارجع دي تاني. ممكن تمشي على الضيان طول ما هي بيريود مش مظبوطه, تفضل ماشي على الضيان على طول تمام. مشكلته انه مش موجود السبايرونو باكتون, اعمل بيلدينج قبل الدوز.
بيشتغل على الاندروجين ريسبتورز وبيشتغل انتي اندروجينيك افكت وبيشتغل 5 الفا ريكتاز انهيبيتور. الالدكتون رائع جدا من 25 ل 200 ملي جرام برضو لو هي عايزه تحمل تبطله في خلال شهر قبلها. تمام جميل جدا. لو هي ليت اونست ادرينال هايبربليزيا بديها ديكساميثازون 5 ملي جرام كل يوم بالليل من 3 ل 6 شهور. ممكن اديها بريدنيزولون من 7.5 ل 10 ملي جرام كل يوم بالليل لمده من 3 ل 6 شهور. بعد كده اعمل جدول ويزدرول. لازم انسق مع بتوع الايه النساء في بتاع الاندوكرينولوجي. طيب يعني لو هو كونستيتيوشنال هتدي ادي اندروجين؟ طب ايه اللي ممكن تديه؟ ممكن تدي اي واحد منهم، ولو ان انا بفضل لك تدي ساعتها السبايرون ولاكتون. لو هو اوفيريان كوز يبقى لا مناص ان انت تدي حاجه تزود تظبط البيريود، يعني يكون فيها اسنال استرادايول تمام، وتدي معاها بروجسترونك زي الايه السيبروترون اسيتيت، يبقى تدي الدايان لوحده، ممكن تدي معاه فينسترايد او الدكتور ويبقى احسن. رقم ثلاثة، لو هي العيانه اوبيز، العيان ده سوبرينال كوز، سوبرينال ده لو هو فيه كروموسايتوما او انكريس في الادرينال اندروجينز بس بدي بعالجه كانه هو اوفيريان. لو فيه ليت انسد ادرينال هايبربليزيا بدي الديكساميثازون سوبريشن تيست. تمام. طيب لو هو المريض ده اوبيز او 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 او, أو في اكانسوزيس او ليت انسد اكني او سا سندروم ادي الميتفورمين كمان. تمام. وخد بالك من الجي اي تي ابسيت اللي بيعمله. توبيكال، في حاجه توبيكال؟ في توبيكال، في حاجه اسمها افلورنسين هيدروكلورايد. تمام. وده اللي هو الافلوتيزم كريم. كان زمان في حاجه اسمها الفانيكا كريم، حضرته انا في اخره خالص يعني، بس كان غالي قوي. الافلورنسين ده 15 جرام برضو غالي شويه. تمام. وبتستخدمه كعلاج، انا فاهمها ده مش كريم ازاله شعر، يعني ده كريم علاجي تعمله مع الليزر، بعد الليزر، من غير الليزر، مع علاجك اللي يقدر يكون اللي يقدر يافورد يعني، لان هو غالي شويه، ما بتشوفش نتيجه قبل شهرين فيه. تمام. ما بتشوفش نتيجه ان شاء الله. ده بيشتغل توبيكال بقى، ده هو يعني حقيقه هو سيف في البريجننت والكلينينج. هو بيشتغل توبيكال بقى، بيشتغل لوكالايزد افكت او توبيكال افكت بتاعه ان هو بيشتغل على اندرو ريسبتورز، وما ادينيش بقى ايه، ما فيش فيه سيستميك ابزوربشن وما فيش فيه سايد افكتس. فالافلوتيزم كريم ده من الحاجات البرومسنج جدا، بس مشكلته ان هو غالي. استخدمه مش هيدي نتيجه قبل شهرين، لازم العيان يفضل مداوم عليه. سيف في البريجننت، لو مش لو متجوزه، لو متجوزه وعايزه تحمل انسب حاجه ليها تاخدها ايه؟ شوف، هو طبعا انسب حاجه هيبقى الدايان، يعني هو انسب حاجه مفروض عمليا الدايان، لان هو معاه اورال كونتراسيفت. عايزه تحمل، سوري، انسب حاجه ليها وعايزه تحمل ان انت طبعا هتديها ممكن حاجه زي السيدوفاج، هتديها بقى تعمل لها ليزر هير ريموفال، لان طبعا انت الفينسترايد ما ينفعش، سبيرونكتوم ما ينفعش، السيبروتروم ما ينفعش. معلش وضحي سؤالك تاني كده عشان انا دكتوره سماحه انا مش مهمه. فهي انسب حاجه ليها لو هي عايزه تحمل هيبقى المانوال تريتمنت او الافلوتيزم او الليزر هير ريموفال بقى. وده للاسف الشديد انت مش هتقدر تغامر، لا تديها ضيان ولا هتديها وضيان كده كده في اورال كونتراسبت، ولا تديها ياسمين اللي هو دروزبرينون، ولا تديها الحاجات اللي هي بتشتغل على الاكس من فوق. يعني كل السيستميك تريتمنت ده هيبقى صعب انها تحمل معاه، او لو حملت هيعمل لي مشاكل زي الفينسترايد والدودسترايد والفلوتامايد، دول هيعمل له كوارث. السيبروترون هو اساسا في اورال كونتراسبت. السبايرونولاكتون نفس الكلام، هو اساسا بيعمل لي تراتوجينيك افكت. فلو سمحت بي وير دونت مس ان انت العينه دي تخس، الاوبيز والاكانسوس تديهم ميتفورمين. لو سمحت لو بتاخدي دواء بطليه، ما تنساش ان الثن وسنترال ده ادرينال، ما تنساش ان اللاترال والاوبيز ده اوفيريان. لازم تكشف الشعر وتشوفه، لازم تشوف الاكني، تسال على المنسز، تسال على الديستريبيوشن بتاع الشعر في بقيه الجسم، تسال الام في حاجات ولا لا. حتى لو مفيش اي سبب ظاهر وواضح وهو كونستيتيوشن 100% تدي انترو اندروجين او ادي انتي اندروجين، هتحمل زي ما الدكتور بيسال او كده، يبقى مش هينفع تديها سيستميك تريتمنت. ممكن تديها افلوتازم، تعمل لها ليزر او المانيوال لو هي مش هتقدر على الايه، على الحاجات الثانيه بتاعته. تمام.
طيب احنا كده خلصنا الهيرشيتزم تقريبا وحاولنا نجمعه على المحاضره ان شاء الله نبقى نرفعها مفيش مشكله. وانا اتبسطت قوي ان انا كنت في التجربه الجميله دي معاكم, وشكرا موصول لكل القائمين على الجروب والدكتوره مي وزمايلها, وانا مبسوط قوي تاني مره ان انا كنت معاكم, وان شاء الله تتكرر المرات الجايه, وباذن الله لو عشنا كلنا عمر لو الامور لو دي عجبتكم. طيب هل ندوس في الادويه دي؟ لا انا دكتوره هبه طبعا انت ست عارفين انا انا عن نفسي انا بكتب, وانا بنصح حضرتك انك لو عايزه مثلا اقول لك رايي لا اكتبي في حدود. عن نفسي لازم بنسق مع طبيب امراض النساء معايا, لازم بنسق معايا خصوصا لو بي سي او لازم بنسق مع طبيب امراض النساء. يعني ساعات لان انا مره حصل لي موقف اديت الياسمين فحصل هيموجيجان جدا للمريض ده, فانا حقيقه ما كنتش عارف طب وقفي الياسمين, طب ما كانش في ديان ما كانش في ديان ساعتها, طب في السوق طب نعمل ايه الحل ايه, فكانت مشكله ساعتها. هو دكتور النساء لما كلمته قال لا حول لها وادها حاجات الكابرون وادها الكلام ده وادها سايكوبروجينوفا وحول لها. فالحقيقه ان احنا ننسق, بس انا بكتب وحضرتك تكتبي واغلب اساتذتنا بيكتبوا, فحضرتك تكتبي مفيش مشكله وتتابعي مريضك. وانا بنصحك ان تريحي المريض كل خمسة كل سنه على الاقل يريح من السيستميك تريتمنت, هيبقى كويس. ناخد بالنا قوي 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 من السهل سندروم, بتروح على ناس كتير قوي. السهل سندروم دي مهمة قوي, ما تكشفش شعر إلا ما تكشف أكني وأندروجينيك ألوبيشيا لو سمحت, ما تكشفش شعر إلا ما تكشف أكني. الثين بيشنت ده غالبا أدرينال, الأوبيس بيشنت ده غالبا أوفيريان, اللاترال ديستريبيوشن غالبا أوفيريان, السنترال ديستريبيوشن ده غالبا أدرينال. الليزر مش سحر, الليزر ريدكشن number of laser hair sessions بتبقى من 6 ل 8, ولو ان انا في عيانين وصلوا معايا ل 10 و 14. ويعني انا مبسوط قوي ان انا كنت معاكم, وانا اسف ان انا طولت, وان شاء الله نتقابل في المرات الجايه, واتعشم لما كنتوش اتضايقتوا او كانت الامور كانت واصله كويسه. ان احنا هيبقى في كورس للكوزماتولوجي باذن الله تعالى, لو امكن ان احنا نقوله يعني هنقوله باذن الله محاضره كده نتكلم عن كل الكوزماتولوجي مع فيديوهات طبعا هنعرضها يعني باذن الله. وشكرا قوي ونشوفكم على خير دايما ان شاء الله. السلام عليكم. ربنا يخليك يا دكتوره هبه, ما تحرمش منك, ربنا يبارك فيك بعد اذنكم. السلام عليكم.